أهلا بحضراتكم معانا على الهواء مباشرة في حلقة خاصة من يحدث في مصر. بنقابل حضراتكم في مكان مختلف عن المكان المعتاد اللي احنا بنتقابل فيه كل يوم. للمشهد اللي حضراتكم شايفينه في خلفية المذيع دلالات ومغزى ومعنى في هذه الحلقة الخاصة جدا من يحدث في مصر. في هدف من المكان اللي احنا واقفين فيه. أولا، المكان اللي احنا واقفين فيه هو رمز لحضارة بنفكر نفسنا بيها كل يوم على مدى آلاف السنين الماضية وحتى هذه اللحظة. ثانيا، لهذا المكان ضلع ومساهمة في كل تاريخ مصر حتى اللحظة اللي احنا بنكلم حضراتكم فيها. هذا المكان هو رمز الخلود لحكام الماضي، رمز الخلود للفراعنة، ولكنه أيضا شاهد على أي حاكم قادم. هذا الحاكم القادم من الممكن أنه يذكر ويخلد إيجابيا، وممكن أنه يذكر ويخلد سلبيا، خصوصا وأنه حاكم بيشوف اتنين حكام سبقوه على قيد الحياة لكنهم قيد المحاكمة في نفس الوقت. هذا المكان مرتبط كمان بتاريخ قريب ما بيتوقفش بس عند لحظة إتمام بناء الأهرامات. في المكان اللي احنا بنكلم حضراتكم منه على سبيل المثال، كانت جولة من جولات موضوع بنشهد تطوراته ومنتظرين المواقف الخاصة بحكامه حتى هذه اللحظة القادمين، لأن المكان اللي شهد جولة من جولات اتفاقيات السلام مع إسرائيل. هذه الحلقة خاصة جدا لأن هذا المكان وهذا التاريخ يشهد على الحاضر ويشهد على المستقبل، سواء كنا موجودين أو غير موجودين. ضيف الحلقة مرشح رئاسي حمدين صباحي لا يواجه في هذه الحلقة أسئلة المذيع، ولكن يواجه أسئلة مؤيدين حمدين صباحي، مؤيدين عبد الفتاح السيسي، والحائرين في أمر حمدين صباحي يوم الانتخابات صباحا. يحدث في مصر حلقة خاصة يشهد عليها التاريخ، تتناول الحاضر وأسئلة عن المستقبل. هي ملامح لم تتغير كثيرا كما لم تتغير مواقف صاحبها على مدى عقود، سوى شعر تبدل إلى اللون الأبيض كان شاهدا على تاريخ من النضال السياسي، إما نزيل في السجون السياسية في عهد الرئيس الأسبق مبارك أو عضو برلمان بارز وقيادي في الحركات السياسية المعارضة، وأخيرا منافس شرس على كرسي الرئاسة مرتين متتاليتين. إنه المرشح الرئاسي لانتخابات مصر 2014 حمدين صباحي. ولد حمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحي في يوليو عام 1954 بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ. التحق بكلية الإعلام، وهناك أسس ورفاقه نادي الفكر الناصري بجامعة القاهرة. تولى صباحي منصب رئيس اتحاد طلبة جامعة القاهرة، وبعد مناظرة له أمام الرئيس الراحل أنور السادات الذي انتقد فيها سياسات الرئيس الاقتصادية والفساد الحكومي، نال الفتى الناصري شهرة كبيرة في الأوساط السياسية مكنته من بزوغ اسمه في الحركة الوطنية الطلابية، والتي لعبت دورا بارزا فيما بعد في انتفاضة يناير عام 77. وفي عام 1981 كان صباحي على موعد مع أول اعتقال له خلال موجة اعتقالات سبتمبر التي شنها نظام السادات ضد قيادات ورموز الحركة الوطنية المعارضة لاتفاقية السلام. ومع نهاية التسعينيات كان رصيد اعتقال صباحي بلغ 4 مرات ومحاولة اغتيال فاشلة. اشتهرت مقولته يسعدني أن أرفض بيان الحكومة تحت قبة البرلمان عقب إعطائه الثقة من أهالي بلطيم في انتخابات مجلس الشعب 2005، ودأب صباحي على وصف حكومة نظيف بحكومة تصنيع الفقر والغلاء والفساد والبطالة وتدني الخدمات. اندلعت ثورة يناير ولم يغب الوجه الطموح عن ميدان التحرير. رفض صباحي التورط في حوارات ما قبل تنحي مبارك، ملتزما برأي الجماهير الثائرة إلى أن نجحت الثورة في إزاحة مبارك من المشهد، ومن مبارك إلى نظام الإخوان. صار صباحي على درب المعارضة لسياسة الرئيس السابق محمد مرسي، وشارك المعارضة في تكوين جبهة الإنقاذ التي ساهمت في إسقاط النظام السابق.
وجهت بعض الانتقادات لصباحي عندما لم تمانع جريدة الكرامة التي رأس تحريرها من نشر ملحق خاص في ذكرى ثورة الفاتح من سبتمبر. تصدرت الصفحة الأولى للملحق صورة ضخمة للقذافي وعليها عبارة تقول 37 عاما من الإنجازات، فضلا على ظهوره في إحدى الأدوار الفنية بفيلم الآخر. أما عن موقفه من جماعة الإخوان المسلمين وتحالفه معهم وقت انتخابات البرلمان يناير 2012، فكان الانتقاد الأبرز من مؤيد المرشح المنافس عبد الفتاح السيسي. يصف صباحي دائما نفسه مرشح الثورة، كما يعتقد مؤيدوه أنه الأمل الأخير في نجاح كفاح المصريين على مدار سنوات. فهل يستقر النسر في قصر الاتحادية أم يظل محلقا يبحث عن الهبوط الآمن؟ أحمد عبدو، NBC مصر. أهلا بحضراتكم. بنبدأ حلقة زي ما قلنا إنها حلقة بنحاول إنها تبقى مختلفة في على الأقل قدر التفاعل مع المصريين اللي هينزلوا يوم الانتخابات يختاروا ما بين اسمين، اسم لمرشح قيد نفسه أولا وهو السيد عبد الفتاح السيسي، الاسم الثاني للمرشح الثاني بنفس التراتبية وهو السيد حمدين صباحي. لكن في اختلاف، حمدين صباحي خاض هذه التجربة من قبل ولم يوفق، هل من الممكن أن يكتب له الله التوفيق خلال هذه المرة؟ ده يعتمد على رؤية حضراتكم لما يقوله ورؤية حضراتكم لما يمكن أن يفعله، إيه اللي ممكن يعمله. المختلف في الحلقة النهاردة مش بس المكان اللي احنا بنكلم حضراتكم منه، ولكن إن احنا حاولنا بشكل متواضع إنه يبقى فيه ثلاث مجموعات حاضرة لهذا اللقاء هتسمع معانا جزء منه وبعد كده تتفاعل مع المرشح. يعني أنا ظهري ليهم لكن هو في مواجهتهم. الترتيب في الجلسة ما هوش بروتوكول رئاسي ولكن هو بروتوكول سياسي، على المرشح أن يواجه من يختلف معه أولا. وبالتالي حضراتكم، أنا آسف أن أنا أولا بديكم ظهري، لكن هتواجهوا المرشح، يمكن تغيروا رأيكم يمكن تفضلوا على رأيكم. مجموعة قررت أنها ستعطي صوتها للمرشح المنافس، جنبهم مجموعة تانية مستقرة على اختيار حمدين صباحي وترى انه الانسب لهذه المرحلة. محدش يزعل مني، المجموعة الاهم هي المجموعة اللي قصادي انا، مجموعة الحائرين او المترددين اللي مفترض انه لقاء على هذا المستوى، ردود المرشح الرئاسي، حديثه، ما يمكن ان يفعله، من الممكن يخلي ان هم يقرروا 5 أصوات يتجهوا لصالحه أو 5 أصوات يتجهوا ضده، أي يفضلوا حائرين حتى يوم الانتخاب صباحا. برحب بحضرتك معانا أولا. أهلا بيك يا أستاذ شريف، برحب بيك بكل الجمهور، بحيي كل الحاضرين هذا المكان اللي في مواجهتي واللي معايا واللي أنا مستأمنهم يحمي ظهري. ربنا يبارك فيكم وأهلا وسهلا. أنا في بداية المقدمة قلت إنه المكان اللي إحنا قاعدين فيه ده إحنا ما اخترناهوش يعني لمجرد الخلفية التلفزيونية اللي بتغري أي برنامج. نعم. لكن هو دليل على حضارة إحنا بنفتكرها كل يوم، وهو إما دليل على تخليد لرجل لحاكم بس في العالم الآخر، لأنه في العالم الحالي قررنا إن ما بقاش في حد من طائفة الحكام الآلهة. يعني عايز أبدأ مع حضرتك لأنه رسائلك ووجودك على مدى الأيام اللي فاتت واضح وحاضر، لكن أنا عايز أبدأ من آخر المستجدات سريعا جدا. النهاردة حركة 6 إبريل قالت في بيان ليها أنه بعد كل التقدير والاحترام لحمدين صباحي، إلا أنه هذه مسرحية هزلية لا ينافس فيها إلا المرشح المنافس ليك نفسه وهو السيد عبد الفتاح السيسي. إيه رد فعلك على البيان ده؟ مصر داخل انتخابات رئاسية جدة، في إكذوبة ملهاش معنى اسمها الانتخابات محسومة، وأنا عاوز أقول إن هذا كلام ليس له أساس في الشارع، واللي يعرف المصريين يعرف إن النتيجة هتعلن يوم الفرز. قبل كده اللي بيقولوا انتخابات محسومة إما إنهم خايفين فبيروجوا كذبة عشان يطمنوا نفسهم، أو إنهم مش عارفين الشعب المصري. الشعب المصري ما عادش عنده قدرة ولا رغبة ولا إمكانية أن يتلقى أوامر من حد. الشعب المصري سيد نفسه، والشعب المصري
أما قالوا إنها محسومة لصالح مبارك سقط في 25 يناير، وأما قالوا إنها محسومة لصالح مرسي سقط في 30 يونيو. وما تعلموش برضه بتوع محسومة دومت لسه مش عاوزين يتعلموا. بس من الغريب إنه بتوع محسومة اختلفوا المرة دي، المرة دي 6 إبريل هي اللي بتقول إنها لا سيبك محسومة. يعني أنا بتكلم لأن مصدر المحسومة مش هو يعني. مصدر المحسومة معروف طرف بيناصر مرشح إما إنه خايف ومش واثق في نجاحه فعاوز يروج أسطورة على المصريين، ده الانتخابات محسومة عشان يأسهم، وطبعا بيستغل سطوة إعلامية هائلة ونفوذ لديه. إما ناس مش عارفين المصريين، إحنا داخلين انتخابات رهننا فيها بعد ربنا سبحانه وتعالى على الناس على الشعب المصري. بما إننا بنتكلم على 6 إبريل، إيه رأيك في الرسائل اللي وجهها ليك أحمد ماهر من المحبسة؟ في الأول لامك كثيرا مع آخرين وبعد كده قدر مسيرتك. أنا رجل واضح، كل معبر عن رأيه سلميا في هذا البلد له حق أن يعبر تعبير حر سلمي ويحميه القانون وتحميه الدولة ويحميه الرئيس. وأنا ما بختارش الرأي عشان أحدد يتمتع بحقه الدستوري ولا لا، صاحب الرأي يختار رأيه، يبقى معايا يبقى ضدي، يبقى ليبرالي يبقى يساري يبقى إسلامي يبقى ناصري، ودي التيارات الرئيسية في المجتمع العربي ومصر، هو حر. مهمتنا أن نحمي كل تعبير سلمي عن الرأي وأن نواجه بحزم وحسم كل عنف وإرهاب وترويج له. دي الدولة الديمقراطية ودي دولة القانون التي سنبنيها. في تخوفات على مدى 48 ساعة اللي فاتوا تحديدا على مستوى المشاركة المتوقعة، حضرتك أو في الحملة تقييمكم إيه لنوعية المشاركة المتوقعة؟ أنا رأيي إن حضور هائل من الشباب المصري لأنه هو اللي هيحسم هذه المعركة. وبالمناسبة كثير من المقاطعين ينتقلوا بانتظام إلى إعلان موقف واضح، وده شاهدناه جميعا إنهم هيشاركوا. تصل لمستوى يجعل فوز حمدين صباحي ممكن؟ إن شاء الله فوزي ممكن، وهو ما نأمل في ربنا فيه ونثق في أصوات شعبنا إنه هتنجزه. بتزعل لما يتقال إنه زيادة نسبة المشاركة أو زيادة المشاركة تجعل حمدين صباحي يخسر بشرف؟ بص، إحنا هنكسب بشرف بإذن الله، وزيادة نسبة المشاركة هي زيادة فرص فوزنا، لأن الحقيقة الزاهدين أو العازفين أو المقاطعين كلهم قلبهم مفتوح جدا لخير البلد وأصحاب حلم حقيقي وشرفاء من وجهة نظر، لكن حاسين بأن في دولة بوليسية، قبضة أمنية، انتهاك لحقوق الإنسان، تحيز من الدولة. وأنا بقول لهم المصريين عمرهم ما قعدوا كده في بيوتهم يستنوا الديمقراطية تنزل عليهم من عند الحاكم فيستمتعوا بيها. المصريين زي كل شعب الدنيا بيدخلوا ياخدوا حتة الديمقراطية بعزمهم بإرادتهم. حرك فهم إذا شاركوا منتصرين، ولهذا المشاركة كلما زادت دي معناها إن فرصنا في تحقيق حلمنا أكتر. اتكلمت عن الشباب ودايما بتكلم الشباب وقلت إن الشباب بينتقلوا من موقف المقاطع لموقف المشارك. نعم. حرك ليه ما بتكلمش غير الشباب؟ عملنا دراسة في يحدث في مصر، لقينا إنه كلما ارتفع السن كلما اتجه التأييد للمرشح المنافس وهو السيد عبد الفتاح السيسي. نعم. مش معتمد على النساء، مش معتمد على من هم فوق سن الأربعين. اولا الشباب هم رجال ونساء، شباب وشابات. اتنين، الشباب هم أغلبية المصريين. تلاتة، الشباب هم مستقبل البلد. احنا ما بنبنيش بلد للمراوحين، احنا عاوزين نبني دولة ناجحة قوية عادلة للجيل اللي جاي، لان الحقيقة هو ده اللي هيبقى. بس هيكفي الكتلة اللي حضرتك بتكلم عنها؟ يعني انك تفضل على طول مركز عليها دون الاخرين؟ لا، انا بوجه خطابي لكل المصريين وبوجهه للامهات زي ما بوجهه للابناء، لان ممكن حد ممكن فيها تحس انها مستبعدة او انها بعيدة عن اولوياتك. احنا شعب احلامه واحدة ومصالحه واحدة، ولما خرج يهتف للعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية كان الشباب في طلعته، لكن كل الشعب المصري كان حاضر في المشهد.
والحقيقة مصالح المصريين أن تتحقق دولة العدالة الاجتماعية والديمقراطية واستقلال الوطن. دي مش هتفيد حد دون حد، هتفيد الجميع. بس مين يقدر يدي هذه الدولة روح وتفكير جديد وحيوية حقيقية وينهض بيها؟ وزي ما كان ممكن يستشهد في الميدان عشان يسقط نظام فساد واستبداد، هيدي أقصى طاقته في الإنتاج والعمل والإبداع والتفكير والتنظيم وحسن الإدارة عشان يبني دولة. أنا بقول إن الشباب اللي كانوا مقدمة إسقاط الدولة القديمة هم برضو مقدمة بناء الدولة الجديدة. وحضرتك بتتكلم عن القطاعات المختلفة من الأصوات، الحملة عندها تقييم أو تقدير بإيه بالظبط؟ يعني المؤشرات العامة ترى فرق كبير ما بين الاثنين المرشحين، هل عندكم قياسات؟ هل بتعملوا قياسات رأي ولا بتعتمد على التواجد المستمر في المحافظات؟ احنا عندنا تقديرات، قياسات الرأي اخر استطلاع عملناه امبارح، يعني مع ارجو ان ده لا يغضبك، لكن ده يا ريت كنا لقينا حاجه تانية، لكن احنا لقينا انه 2% 76%. مين اللي عمل؟ يحدث في مصر بصيرة. انتوا يعني؟ كويس قوي. يعني انتوا 2% لنا و76% ضدنا. طيب و15 ل 17% متردد. كويس. الشريحة اللي عملته فيها عددها كام؟ عددها 2000 من مختلف الأعمار، والأعمار المؤيدة لحمدين صباحي من الشباب، الأعمار المعارضة لحمدين صباحي ومتخوفة منه ونتكلم في الأسباب من السن الكبير، فأنا عشان كده كنت بسأل حاجة. يعني عينتك كانت 2000 واحد من مختلف الأعمار. عندكم عينات أكثر بتعملوا؟ لا احنا ما بنعملش الحقيقة بطريقة علمية، لأن أنا رأيي إن استطلاع الرأي محتاج يكون فيه بعض المواصفات العلمية، إذا توفرت طبعاً يبقى كويس. إحنا التقديرات اللي لدينا إن الأجيال الجديدة، الشباب، سكان المدن، الطبقة الوسطى هي تفضل حمدين صباحي وأغلبيتها ستعطي أصواتهم له. السن الأكثر تقدماً من حيث العمر والبعد عن المواقع الحضرية في اتجاه الريف اتجاهه في الاتجاه الآخر. رأينا إن في تيار رئيسي في البلد، إحنا بنقدم برنامج. عمل ثورتين وما خدش نتيجة عادلة لثورته ولا تحقق طلباته. إحنا مستندين على مين بعد ربنا؟ شباب هم أغلبية السكان في مصر بالإحصائيات. بالحديث عن هكملك في إجاز. فقراء من فلاحين وعمال وصيادين وحرفيين طالبين حقوق. نعتقد ان احنا الاكثر تعبيرا عنها ببرنامجنا وبتاريخنا. احنا هنتكلم في موضوع البرنامج بمناسبه الفلاحين ومناسبه القطاعات الواسعه. يعني الاستاذ ابراهيم عيسى كتب مقال مؤخرا بيقول انه من اساطير الانتخابات ان حمدين صباحي يفشل في اداره الدوله، حمدين صباحي قادر على اداره الدوله. ليه الرساله دي مش عامله انتشار واسع، ولا عامله انتشار واحنا ما نعرفش؟ يعني ما يتردد من المتخوفين منك او المعارضين ليك انك غير قادر على اداره الدوله. اداره الدوله دي محتاجه اراده، الحمد لله متوفره، رؤيه بنقدمها وبتعبر عن المصريين، سياسات طرحين تصورنا عنها، برنامج واحنا اعلنا برنامج. طيب الرؤساء اللي اداروا دول ناهضه في العالم، هل بالضروره جوه الدوله اتربوا وطلعوا منها؟ الحقيقة ده مش صحيح. احنا بندي نماذج واضحة جدا. هي امريكا مين اللي بيحكمها في كل الانتخابات؟ السياسيين. سياسي يعني ايه؟ يعني خاض تجربة سياسية في العلاقة بالناس، طبقات وقوى اجتماعية، احزاب، وبعدين بقى برلماني. ما فيش حد بيحكم امريكا غير وهو سيناتور، يعني ما بيجيش من قلب الدولة الامريكية والادارات عشان يترشح. اعظم التجارب اللي تشبه مصر تجربة البرازيل، لولا ده سيلفا. بس اقول لحضرتك يعني المقارنة مع النظام الامريكي ممكن تبقى مقارنة مختلفة شوية، لان المناخ مختلف تماما. بس احنا مش بنتكلم عن دولة عصرية، دولة تقدم نموذج انها مرتبطة بعصرها بلغته، قادرة تعمل حداثة وتنهض بالبلد وتخليها بنت هذا العصر ومتكافئة فيه مش تابعة فيه. ده نموذج. لكن شوف كل دول أمريكا الجنوبية اللي كانت فيه من الأيام الحديقة الخلفية للبيت الأبيض، النهاردة بتعمل تنمية، بتطلع من الفقر، عاملة نظام ديمقراطي، بتستقل بقرارها عن الإرادة الأمريكية. مين أبطال هذا البناء؟
عناصر مدنية ما جوش من صفوف الدولة ولا ضباط جيش ولا موظفين في الحكومة مناضلين. النموذج اللي واضح منهم لولا دا سيلفا اللي نجح بعد ما خسر 3 مرات في المرة الرابعة نهض بالبرازيل من الفقر إلى واحدة من أقوى حضرتك. ممكن لو ما ربنا ما وافقكش تدخل تجرب تاني؟ لا هقف مع حد من الشباب مع البرنامج ده وادعمه ان هو يعني مش هتكمل 4 مرات. انا اعتقد ان انا بادي واجبي طول ما انا قادر على ادائه هاديه. عندي يقين وثقه ان احنا هننتصر باذن الله يكون قريبا حتى لو الاخرين يظنون بعيدا، لكن اذا ما انتصرناش النهارده هننتصر بكره في اجل قريب. هل تتصور انه الجهاز البيروقراطي او اللي سماه الدكتور عمرو الشبكي الدوله العميقه حضرتك قادر على ترويضها والتعامل معها؟ هي دوله يعني احنا خارجين من تجربه معلمه في في في, في وجدان وعقول كل الناس. في كلام عن الدوله العميقه، انا بحب اقول انها دوله يعني لها تاريخ طويل. الدوله المصريه بالغه الاهميه للمصريين، لكن ازاي الدولة دي تبقى دولة ناجحة مش دولة رخوة ولا فاشلة ولا عجوز زي ما كلنا وصفناها؟ هو ده التحدي. احنا عاوزين نبني دولة، والحقيقة الأمارة ان الثورة دي نجحت ان احنا نبني دولة ناجحة. هدفنا بناء دولة ناجحة، مش عاوزينها بقى دولة عقيمة مش عميقة. مش عاوزين دولة عقيمة، عاوزين دولة منتجة ولادة تخدم شعبها، ما تطلبش من شعبها ان يكون خادم. هيساعدك في كده فريق رئاسي؟ ما نعرفش اي شكل من اشكاله او ملامحه او شخصياته. الفريق الرئاسي هيبقى فيه خبراء اكفاء ما فيش امكانيه انهم يفسدوا وعندهم كفاءه مهنيه. بعضهم من ما فيش حد يعني ما فيش انسان مقاوم للفساد للابد. لا. الا لو مارس منصبا او عملا وخرج منه في لحظه. في معينة. ناس اثبت تاريخهم انهم مش ممكن يفسدوا. في اسماء؟ لانه طبعا في اسماء هنعلنها في توقيت ملائم لانها محل تشاور. هتعلنها قبل التصويت؟ نامل ان احنا قبل التصويت هنعلن جزء مهم من هذه الاسماء. احنا حريصين في ان يكون فيه شباب، وان يكون فيه نساء، وان يكون فيه مسيحيين، وعاوزين تركيبه القرار في مصر تعبر عن تنوع مصر. والمؤكد ان اعتباري الكفاءه والنزاهه هم اللي هيحكموا هذا الاختيار، وثق ان مصر فيها كفاءات اكثر بكثير. عندي فضول في الحقيقه بس ان اعرف بتقابلهم فعلا؟ يعني بتكلم مع ناس؟ بتقابل ناس؟ بقابلهم وبجتمع معاهم وبناقشهم حضرتك في محافظات يوم او يوم لا، وفي لقاءات يوم او يوم لا، يعني في الحمله بتقابلهم؟ نعم. امتى؟ لاحظ ان انا بقالي 40 سنه في وسط الناس دي، يعني انا ما ببنيش علاقاتي بالناس وحكم عليها من 6 أشهر، أنا ببنيه من 40 سنة عمل في وسط الناس واكتشاف لخبراتهم وتقدير لمواقفهم وقراءة لمسارهم. وأنا مفيش حد يجي النهاردة يقول لي كلمتين فأبني حكمي عليه على كلمتين قالوهم النهاردة. الدستور ده في تاريخ لابد أن الناس تكون اختبرت من خلاله عشان نأمن أنها بالفعل كفأة ونزيهة. الدستور بيدي لرئيس الجمهورية الحق أول مرة انه يختار شخصيه تكون رئيسة الوزراء. نعم. على ان تحوز ثقه البرلمان او مجلس الشعب، اذا لم يحدث ياتي التعيين او الترشيح من الجانب الاخر. مين رئيس وزراء حمدي صباح؟ يعني زي ما قلت لك مفيش اسماء ساعلنها الان، لكن في اسامي حاضره في الذهن كفأة لاداء هذا الدور، تحقق مطامح المشروع على المصريين وتقدر تعدي بمصر الى المستقبل. هل تستعين في مناصب مدنيه باصحاب خبرات عسكريه؟ الجيش علينا ان احنا نعبر عن احترام تام له، تقدير لدوره، حرص عليه، ان نعطيه فرصه كامله لان يؤدي مهمته الدستوريه وهي ان يحمي امننا قدام المخاطر اللي من الخارج والداخل، الا يكون الجيش متدخل في السياسه، والا يلعب دور سياسي مباشر بمعنى التجاذب الحزبي او انه يبقى طرف في عمليات انتخابيه. كوادر الدوله المدنيه المصريه يكفوا ويفيضوا انهم يديروا قطاعات الدوله المدنيه الحديثه النزيهه. وبالتالي على سبيل المثال محافظه حدوديه مش شرط انه المحافظ يبقى من تاريخ عسكري او صاحب خبره عسكريه.
مش شرط، بس ممكن تقدير اعتبارات الامن تجعله صاحب تاريخ عسكري. يعني مش محرم، يعني في خبرات عسكريه هتبقى في مناصب مدنيه طبعا، بس الاصل ان كوادر الدوله المدنيه مصر عندها من الخبرات والكفاءات ما يكفي تماما ان المحافظين والوزراء واللي بيقودوا المؤسسات اولاد مدرسه مدنيه وعندهم كفاءه. الاستعانه بخبرات من المؤسسة العظيمة المتقدمة اللي احنا فخورين بيها اللي هي الجيش هيبقى في أضيق الحدود، وعلى سبيل المثال محافظات حدودية يحتاج اعتبار الأمن فيها خبرات من نوع معين يمكن وليس شرط أن يكون كذلك. بمناسبة الحديث عن القوات المسلحة بالتعبير المصري الدارج بتاعنا، حضرتك بتضرب وتلاقي في نص الجملة الأول تتحدث عن المرشح المنافس، مقارن ما بين معارضتك للرئيس السابق وأداء التحية العسكرية، وفي النص الثاني من الجملة تتحدث عن ضرورات ذلك واحترامك وتقييدك له. الحقيقة ده تكنيك لا انتخابات لا بتضرب وتلاقي؟ لا لا، ده إنصاف، دي رؤية كلية. احنا مش في معركة بين كل حاجة بيضة هنا وسودة هنا، ده كلام ما ينفعش. احنا عاوزين نبقى عاقلين، اما نقول احنا بنحترم جيشنا ده احنا نقصده، عاوزينه قوي احنا نقصده، مش عاوزينه يتدخل في الصراعات الحزبيه الانتخابيه ده ايضا نقصده. ليه؟ لان دي مصلحه الجيش. الجيش جزء من قوته ان الشعب المصري كله بيحبه، عاوزين نحافظ على الحب والالتفاف الشعبي، يبقى هو ماهوش طرف، ما يدخلش طرف لا في اداره حزبيه ولا في صراع انتخابي، لان مهمته اكبر بكثير من ذلك. فهنا احنا اما بنحب جيشنا ونقول ما يتدخلش في السياسه، احنا بنحترم جيشنا ونحافظ عليه. زي بالظبط ما اقول كلنا مع الداخليه في مواجهه الارهاب، لكن ضد اخطاء الداخليه عندما تجر على حقوق الانسان او تعتدي على مواطن او مصر يدخل الاسم فيطلع منه متهان. وانت ما هنا ما تقول انا عاوز اصلح الداخليه، انت بتفيد الداخليه وبتفيد الدوله وبتفيد المواطن. الحديث لكن بتؤدي لنوع من التحفز في انتظار رئيس محتمل من الاجهزه دي او المؤسسات دي. انا بقول للمصريين جميعا، مؤسسات الدوله المصريه بالنسبه لي هذه الدوله هدفي ان تكون دوله قويه ناجحه خاليه من الفساد، فيها كفاءه، متوفر لها امكانيات، كل موظف فيها يكفيه مرتبه عشان يعيش بكرامه. دي الدوله اللي هيحبها المصريين، وكل جهاز في الدولة المصري في ناس مخلصين أكفاء هيكونوا شركائنا في تطوير جهاز الدولة في مصر. فإحنا مش هنيجي ننسف جهاز الدولة، لا، إحنا هنيجي نطور، والتطوير ده في مصلحة العاملين في كل جهاز في الدولة بقدر ما هو في مصلحة الشعب المصري نفسه. حضرتك اتكلمت عن الفريق الرئاسي اللي بتقابل أسماء أو شخصيات هتعلنها في لحظة مناسبة. بخصوص البرنامج، الانتخابات دي انتخابات برضو فيها شيء غريب شوية. أولا هي ثنائية، خلاص انتهى الموضوع عند اتنين. ثانيا أنه عرض برنامج وبعد كده قيل أنه برنامج مبدئي، يعني مش كل التفاصيل الخاصة بيه ده ما يخص حضرتك. على الجانب الآخر للمرشح المنافس السيد عبد الفتاح السيسي عرض ما يسمى بملامح المستقبل. في نفس الوقت حضراتكم الاثنين بتتكلموا عن دور متزايد وواضح للدولة، تتحدثوا عن انه الفقير هو الأولوية. اعتقد انه الحائرين، فئة الحائرين مش قادرين يحددوا، عشان كده عشان في بينكم وبين بعض نقاط تشابه كتيرة جدا. ايه نقاط الاختلاف يعني؟ برنامجنا المشروعات العاجلة فيه منشورة على موقعنا، ونصه النهائي معلن. احنا بنقول احنا بنرحب بكل تطوير عليه، لكن عندنا نصنا للبرنامج، يعني أي مصري عاوز ينتخبنا هيلاقي عقد بيننا وبينه مكتوب، ويقدر أي حد يدخل على النت، وإن شاء الله نطبع منه برضه جزء على قد يعني إمكانياتنا. مش كل الفلاحين والعمال اللي حضرتك بتكلمهم عندهم إنترنت أكسس أو عندهم مدخل على الإنترنت يعني. هنطبع وعاملين طباعة لأجزاء منه، لكن اللي هيدينا صوته عارف دلوقتي العقد اللي بيننا وبينه إيه عشان يحاسبنا عليه. اعتقد ده مفتقد عند المرشح المنافس حتى الان، التشابهات والاختلافات. الحقيقه ده سؤال لا يمكن الرد عليه، لان احنا عندنا برنامج والمرشح الاخر ما بيقولش ده برنامجي. لا احنا ما عندناش حاجه لغايه دلوقتي، احنا الفئه اللي هتنتخب
لا الفئه اللي احنا عندنا خطوط عريضه لبرنامج حضرتك وملامح مستقبل لبرنامج المنافسه. انت عندك نص برنامجي تقدر تدخل الان على موقعنا عشان تقراه كاملا. وعندك من عده ايام كتاب ممكن نمدك بنسخ منه اسمه المشروعات العاجلة في البرنامج الانتخابي لحمدان صبحي. المشروعات العاجلة ده ممكن نتكلم فيه إذا تفضلت، مش بالتفصيل ولكن بعد الفاصل. مستمرين في هذا الحوار، مستمرين مع حضراتكم، حوار مع المرشح الرئاسي حمدان صباحي. لا يواجه فقط أسئلة المذيع، ولكن في لحظة معينة يكون الفئات الثلاثة المؤيدين والمعارضين والحائرين في أمر حمدان صباحي قدروا يكونوا نوع من الملاحظات يقولوها ويضيفوا أسئلتهم. مستمرين مع حضراتكم يحدث في مصر بعد الفاصل. مستمرين مع حضراتكم في حوار يحدث في مصر مع المرشح الرئاسي حمدان صباحي قبل 11 يوم من توجه المصريين للإدلاء بصوتهم، وقبل ساعات من بداية العملية الانتخابية للمصريين المقيمين في خارج مصر طبعا كلها. حضرتك دلوقتي يعني اديتنا نسخة لسه هتطبع اللي قلت عليها، النسخة التفصيلية والنسخة المبدئية المشروعات العاجلة. لا دي مش مبدئية، دي المشروعات العاجلة. دي نسخة مطبوعة بالفعل متواجدة. كويس. ودي النسخة البرنامج الكاملة مكتملا، وان شاء الله على قد فلوسنا نطبع نسخ يعني، والباقي يتاح على الموقع. كويس. امتى يحس المواطن المصري بالتغيير بالنسبة للمرشح الرئاسي حمدان صباحي اذا ما اصبح رئيسا، خصوصا وانه المرشح المنافس قال سنتين ويشعر المصريين بفرق؟ التغيير المصريين يشعروا به من اول يوم، لكن هيحققوا نتائجه وفقا لخطتنا. احنا تغيير في مصر في حاجات مش محتاجه مليم. ان تشعر بانك في وطن بيحميك في حقك في التعبير عن الراي، ده مش محتاج موازنه. احنا من اليوم الاول هنصحح اخطاء وجود اي صاحب راي في السجون. هو السياسه اولا ولا الاقتصاد اولا بالنسبه لحضرتك؟ الاثنين مع بعض. احنا عاوزين نفهم ان البلد دي محتاجة المواطن نفسه تبقى مفتوحة وحاسس انه شريك حقيقي في القرار وانه بياخد حقه في لقمة عيش كريم. كل ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية ودي مطلبنا الاول، هنبدأ بجدية في انجازه. واحنا نتوقع ان نتائج واضحة ملموسة لكل المصريين بالذات افقرهم واحواجهم واضعفهم هتكون واضحة، وهيحصل انتقال حقيقي في أوضاع الفقراء في مصر. من إنجازنا لمجموعة برامج هدخل في تفاصيلها بحسب الأسئلة. كمان المواطن عاوز يشعر بأنه كرامته متصان وحرياته في التعبير في حدود أنه بيحفظ دولته وأمانها متاح. ناويين ناخد إجراءات جادة سريعة في هذا الاتجاه. حضرتك كنت بتتكلم على مستوى انه يقدر يعبر عن رايه بحريه عموما، وبتتكلم عن المطالب الخاصه بقطاعات من المصريين يعني بيعانوا يوميا. هتستعمل قانون التظاهر ضد امناء شرطه يخرجوا للمطالبه بحقوق؟ اولا قانون التظاهر هيتعدل، مش هيبقى على ما هو عليه. القانون الحالي غير الدستوري، سيتم تعديله فورا ودون انتظار انعقاد مجلس الشعب بعد انتخابه. هأخذ فيه بكل الملاحظات اللي أبداها المجلس القومي لحقوق الإنسان وكل من سجن، لأن القضاء محق في استخدام القانون، لأن مش هو اللي بيشرع. اللي اتسجن وفقا لهذا القانون سيعفى عنه. اثنين، حق التظاهر السلمي هيكون مباح لكل المصريين، وهنعتمد على إدارة حوار مش على القمع. أما يطلع عمال بيطلبوا حقهم أو يطلع موظفين شايفين إنهم ما بياخدوش اللي يكفيهم، أو يطلع أهالي بلد ما فيهاش مية واصلة لهم عشان يشربوا،
فانا مش هعالج ده بان ابعت لهم الشرطه، لان احنا احد مشاكلنا ان احنا صدرنا الشرطه في كل حاجه عشان الدوله الفاشله، كل وزير فاشل يعجز عن حل مشكله القطاع اللي هو مسؤول عنه نبعت الشرطه، فبقى شكلنا ان احنا دوله بتتصدى بالامن لما ينبغي ان تتصدى له السياسه والحوار. المصريين كشعب ناضج تماما لاقامه الديمقراطيه وكفء تماما لاقامه حياه ديمقراطيه، هو قادر على انه يعبر عن رايه، واذا احترم وحصل معاه حوار الحقوق المتاحه هياخدها في لحظتها، والحقوق اللي مش متاحه هيتفق على انها حقوق ونجدول مع هذه الفئات ايه التوقيت الملائم اللي نقدر ياخدوا فيها حقوقهم. اعتقد دي الصيغه اللي هتمشي مع كل ما يسمى مظاهرات فئويه. بخصوص المظاهرات غير الفئويه، اذا خرج المصريون عليك تلتزم بشرعيه الصندوق ولا لا؟ لا شرعيه تقول السلام عليكم انا احترم قراركم. احنا قلنا وملتزمين باللي قلناه، الديمقراطيه مش طريقه وصول للحكم، هي كمان طريقه ممارسه للحكم. وصلت عن طريق صندوق والشعب خرج عليا، هدي تعظيم سلام للشعب وادعو لانتخابات مبكره. امتى تخرج على المرشح المنافس اذا فاز بالرئاسه؟ مهمتي اني اكون طرف اصيل قوي في بناء الدوله الوطنيه. ربنا حملنا هذه الامانه هنبنيها من موقع السلطه، ودي امانه تقتضي مش دخول انتخابات الرئاسه بس، البرلمان والمحليات. انا كنت لسه هسألك، مش اقل اهميه من الرئاسه. اذا ربنا كان له اراده اخرى واصوات شعبنا، هدفنا هو هو المشروع اللي حضرتك موجود قدامك في الكتب دي، ده عقد بيننا وما بين كل مصري، وكل مصري يعني كل مصري صوته ليا او صوته مش معايا، لان مرشح نفسي عشان كل الناس مش عشان اللي بيأيدوني. عقد ما بينك وبين المخالفين ليك، كل المتفقين والمخالفين. اذا ربنا كتب علينا ان نحمل هذه الامانه هنؤديها للجميع، والا هنمارس دورنا كمعارضه وطنيه قويه محترمه برضه في نفس الاهداف. طب ده معناه يعني، عايز اسالك، انا هعرض عليك بدائل وقول لي. نعم. الاسبوع الاول فائزا. نعم. ملفات اقتصاديه، هيكله الشرطه والامن، مواجهه الفساد في الجهاز الاداري. الثلاثه هنشتغل فيهم من اول لحظه. انا ده في الاسبوع الاول فائزا. احنا في الاسبوع الاول هيبقى مطلوب منا نعمل بطريقه جاده رؤيه لحمايه اللي بسميهم الفئات الاضعف في مصر، الفقراء، عمال اليوميه، المراه المعيله، الستات اللي بيجروا على اسرهم، دول محتاجين شبكه حمايه اجتماعيه من الدوله. هتاجل المواجهه مع الفساد؟ لا، المواجهه مع الفساد من اللحظه الاولى هتتم. ليه؟ لان الفساد سرقنا. انا حرب الاساسيه ضد الفقر، احد مداخل الحرب على الفقر الحرب على الفساد. سوري، هشام جنينه بيقول ان الفساد بيكلفنا 200 مليار كل سنه. طب ما هو اولى ال 200 مليار دول يفتحوا فرص عمل للشباب، يدوا ضمان اجتماعي لعمال اليوميه، الراجل اللي بيطلع يشتغل واذا اتعور ما يعرفش يصرف على عيلته، يحسن التعليم او الصحه، يعني يدخل في تقديم اما فرصه استثمار مباشر يخلق فرص عمل، او خدمات اجتماعيه بالذات بدءا من التعليم والصحه تخدم المصريين. الجهاز المركزي للمحاسبات كان بيتكلم عن المليارات من الجنيهات بسبب فساد في مؤسسات توصف بانها مؤسسات سياديه، نصف سياديه، في الشرطه، في انديه قضائيه، في يعني، ده وفقا للتقارير اللي صدرت من الجهاز المركزي للمحاسبات. نعم. هتواجه الناس دي كلها مره واحده؟ الناس دي كلها هم هيبقوا شركاء معايا في المواجهه، لان كل مؤسسه من اللي انت ذكرتهم مليئه بالشرفاء وفيها بعض الفاسدين. يعني القاعده اللي انا مؤمن بيها ان الدوله الفاسده دي فاسده من راسها، بس ادخل كده على اي مؤسسه في مصر، عشان واحد يفسد لازم ياكل حق بقيه اللي معاه في المؤسسه او في الجهاز او في الوزاره. طب انا عاوز انصف الالف المظلومين والمسروقين جوه الجهاز
من ظلم وفساد العشرة. يعني تتحرك قضايا الفساد في عهد الرئيس حمدين صباحي إذا ما وفقه الله، تتحرك من الأسبوع الأول في كل الاتجاهات. مشروعنا طبعا من الأسبوع الأول، من اليوم الأول مشروعنا في إنشاء مفوضية مصرية للشفافية ومكافحة الفساد، في توحيد ما بين أجهزة الرقابة، في إعطاء أجهزة الرقابة حق أن ترفع الدعاوى مباشرة بدون ما تيجي تستأذن الرئيس. احنا عندنا أجهزة رقابة بسم الله ما شاء الله يعني سداني الشمس، بس ما مش ممكنة. في قانون لحماية المبلغين والشهود، عشان العامل اللي شايف شركته بتتسرق وبيبلغ دلوقتي هو اللي بيتجازى، بينما رئيس مجلس الإدارة اللي ممكن يبقى ثابت عليه الفساد محمي. في تعديل وتنقية للتشريعات، لأن كتير من التشريعات في مصر تحمل فساد. في فساد بالقانون بينهب كثير من إمكانيات الدولة المصرية. كمان بقى فيه القدوة، ما أنت لازم الرئيس والوزراء والمحافظين يبقوا نماذج لطهارة حقيقية، لأن ده هيبقى مفتاح عملي جنب التشريعات. وفي حاجتين كمان، العدالة الاجتماعية، لأن اللي هيكتفي هيقدر يحصن ضد الفساد، بالذات ما أسميه الفساد الصغير. بمناسبة العدالة الاجتماعية، إيه رأيك في مشروع الضريبة الإضافية المؤقتة 5% على من يزيد دخلهم على 1,000,000 جنيه في السنة؟ برنامجي في الانتخابات اللي فاتت تضمن هذه الضريبة بعنوان ضريبة التحرير، وقلت ان اعظم المصريين هم الشهداء. دي على الدخل مش على المكسب الرأسمالي ولا لا غرفة. على الثروة، على الثروة مرة واحدة تفرض لمرة واحدة. وقلنا زي ما في شهداء قدموا ارواحهم ومصابين وناس طلعوا تظاهروا وتحملوا 3 سنين من وقف الحال، طب الاغنياء اللي عندهم مليارات دول يدفعوا لمرة واحدة ضريبة تعين مصر على ان تعطي لنفسها فرصة العدالة الاجتماعية وبناء دولة قوية. لكن الضريبة على الدخل المؤقتة 5% الحكومة بتدرسها أو أقرتها، حضرتك رأيك فيها إيه؟ ما أنا بقول لك أنا اللي طالبت بهذه الضريبة. دي مستمرة يعني دي مستمرة لثلاث سنين على الدخل. إحنا عاوزين، لا أنا عاوز ضريبة مرة واحدة على الثروة، وكان اسمها في مشروعنا اللي فات ضريبة التحرير. بعد كده أنا هاخذ ضرائب على الأرباح. قعدت مع رجال أعمال؟ المرشح المنافس جلس مع عدد من رجال الأعمال وممثلي اتحادات قعدت مع رجال أعمال عديدين، وبننظم لقاءات قادمة مع رجال الأعمال. وعاوز أقول بوضوح، الناس مفكرة أن حمدين صباحي هيجي يأمم الناس رجال الأعمال، أنا بقول لهم بوضوح كده، إحنا عاوزين اقتصاد قوي، وأنا عارف أن القطاع الخاص بيلعب دور رئيسي، هدعمه وأويه وحفزه وأحميه بشرطين. الأول مفيش فساد، الثاني هقترح ضريبة تصاعدية متعددة الشرائح بعد ما هنوسع دافع الضريبة بإدخال السوق الموازية تدريجيا في حيز دافع الضرائب. الرأسمالي بقى اللي عاوز يشتغل بدون فساد، أنا رأيي إنه هيستفيد من النظام اللي احنا طرحينه. قعدت مع احد الرأسماليين وقال لي حمدين صباحي هيرجع لنا نظام فدادين 5 فدادين، وده نظام لا يتفق مع هذا العصر. لا انا مش هرجع فدادين 5، انا هرجع من فدان لثلاث فدادين، اقل من فدادين 5، لان في زمن عبد الناصر كان عنده فرصه يدي 5 فدادين، وده من اعظم ما انجزه جمال عبد الناصر. ولو كان بايدي ان في اقطاعيين كبار الان هيسرع عليهم نفس الامر، لان انا داخل جد في مسألة العدالة الاجتماعية، مش بقولها شعارات. وهنصف الفقير هنصفه، مش هحسس على حد فاسد في البلد. اللي عاوز يبقى غني يغتني لأقصى حد. مين اللي هيحدد بس مسألة يدفع؟ مين اللي هيحدد مسألة مين اللي هياخد الفدادين؟ يعني مين اللي هيوزعها ومين اللي هياخدها؟ برنامجنا أهو مطروح، وخلينا نسمع رأي الناس. هنسمعه. قلنا لو صلحنا 3 مليون فدان مثلا، وده تقديرنا في البرنامج، ممكن يزيد أو يقل حسب المياه الجوفية وحسب مشروعنا لتطوير منظومة الري في مصر وترشيده، اللي هنوفر منه 10 مليار متر مكعب. هوزعهم ازاي؟ هرجع بقى زي ايام الحزب الوطني، ادي الرأسمالية المحاسيب، خد لك 100,000 فدان. لا، تديهم للتيار الشعبي اللي ساندك. لا، هديهم للشعب اللي ساندني، مش التيار الشعبي اللي ساندني. وممكن اللي في التيار الشعبي ياخدوا او ما ياخدوش، بس بحسب استحقاقهم. لن اجامل حد ساندني على حساب الشعب المصري.
واللي هيسري على اللي بيأيدني هيسري على اللي بيعارضني، لأن اللي بيعارضني ده ما هو فقير برضه ومحتاج ومظلوم ومنهوب، وأنا مترشح عشانه حتى لو ما ادانيش الصوت. الأسبوع طريقة التوزيع بس عشان أوضح دي هنوسع فيها قاعدة الملكية. فهنيجي ندي لكل فلاح معدم أو كل شاب بدون عمل، عندنا 3 مليون فدان هنوزعهم كده من فدان لثلاثة، وكل 1000 فدان هيبقوا تعاونية واحدة يداروا إدارة اقتصادية واحدة. ولما ندي لكل واحد منهم قرض ميسر قدره 10,000 جنيه مش هنسلمه له في إيده، عشان لو هو محتاج لبس يروح يشتري بيه، لا هيتحط في حساب لهذه التعاونية ينفق منه على إن إحنا نصلح الأرض مرة واحدة ونحرتها مرة واحدة ونسويها مرة واحدة ونحصدها مرة واحدة، والعائد هيوفر غير بقى الأمن الغذائي والاقتصاد حياة كريمة لكل واحد من دول. الأسبوع الأول خاسراً أجازة التقاط أنفاس، استعداد التيار الشعبي لانتخابات البرلمان والمحليات، عروض أو تفاوض على مسؤولية ودور سياسي. أنا مش هقبل مسؤولية تنفيذية. الحاكم اللي في مصر محتاج ينفذ برنامج، إذا كان في صف الثورة هنقول له في كل خطوة كويسة عملها تحقق برامج الثورة الله ينور واحنا وراك، لكن مش هتشارك؟ إذا لم يكن في خط الثورة هنتصدى له كمعارضة وطنية عاوزة تحقق من موقع المعارضة اللي هنحققه بالظبط من موقع السلطة، مع فرق هي السلطة في إيدينا نقرر، ولا احنا معارضة ترشد وتصوب وتعارض الحاكم عشان هذا المصلحة. بس ده معناه انه حمدين صباحي بيقول لان انا مش هخسر فما بفكرش في الخسارة وانا هكسب، مش بفكر في البدايل، ولا معناه انه اما انا رئيس او لا شيء؟ لا، انا قبل ما ابقى رئيس انا مواطن، وده شرفي وقيمتي الاساسيه، اشيل حمل ان انا رئيس ربنا هيعن عليه، لا يكن انا في دوري مواطن في صف حركه وطنيه تيار ديمقراطي اجتماعي عاوز دوله مدنيه فيها عداله اجتماعيه وفيها حريات حقيقيه وفيها استقلال وطني. هناك من المؤيدين ليك من يروا في المرشح المنافس او بيقولوا ان مميزاتك انك ممثل للثوره والمرشح المنافس وجه من الدوله القديمه، بتتفق مع الراي؟ انا اتفق مع ان انا معبر امين عن الثوره، واترك وصف المرشح الاخر لمن يسمع برنامجه ويرى انصاره يحكم عليه من الاثنين دول. رد 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 مرشح رئاسي، بس يعني ايه يرى انصاره؟ لان المرشح بيجي بناسه، هما حمدين مترشح، مين اللي معايا؟ انا بعبر مش عن شخص، مش عن فرد، عن فكره، عن مشروع، عن حلم، عن رؤيه لبناء بلد وسياسات تحققها. المرشح عن قوة المرشح المنافس، المرشح المنافس قال معايا لا مصلحه، انا مش مدين بفضل لحد وما عنديش فواتير حسددها لحد، انا شخصيا مدين بفضل للشعب المصري. لا هو يعني ده بعد بعد الاعلان عن ان هو مدين مديون انا مديون للشعب، حضراتكم الاثنين مدينين للشعب المصري. انا بتكلم عن انا مديون للشعب المصري، للثوره اللي شبابها، لقواها الاجتماعيه اللي عرقت واتنهبت سنين وعقود، فلاحين وعمال وحرفيين وصيادين وطبقة وسطى، وهسد هذا الدين مصالح لكل هؤلاء تخليهم عايشين بكرامة في بلدهم. أنا أرشح نفسي عشان أسدد دين المحبة والثقة العظيم اللي أنا حسته من 5 مليون من شباب في الثورة، من فلاحين أنا ابنهم، من صادم تربي في وسطهم، انا بقول لحضرتك من عمال، انا بقول فاسد هذا الدين. انا بقول لحضرتك انك بتضرب وتلاقي. جملك جمل سياسيه منتقاه بعنايه. طب هي واضحه في رسائلها؟ على حسب اللي هيفهمها. انا واثق ان ربنا رزقنا بشعب اذكى شعب في الدنيا وبيفهم بعقله وبقلبه. ايه موضوع زيارتك في الايام اللي فاتت لمنزل خيرات الشاطر؟ لم تحدث على الاطلاق كذبه من بين اكاذيب كتير ليس لها اي اساس من الصحه. وما أكثر مين بيروج الكذبه اذا كانت كذبه زي ما اللي خايفين مني، اللي عارفين ان الشباب واقف معايا والفقراء هيدوني اصواتهم والشعب هينتخبني والثوره دي هتكمل بدوله ناجحه، فكل ما يترعبوا يطلعوا اشاعات من ماركات كتير، ولو فضينا نرد عليها مش هنقول برنامجنا. عشان كده
إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، خلينا نتكلم إحنا نقدم إيه لمصر وشبابها وناسها ونبني ما يليق بينا إزاي. إنما الرد على هذه الأكاذيب، بقول أكاذيب كده وتحتها 100 خط، أعتقد إنه مش قضيتها. في أي حد غير موقفه في الأربعين دقيقة اللي فاتوا؟ وفي ناس تأكدت من موقفها. في حد أكد موقفه من المرشح ولا لسه زي ما بدأتوا حائريني؟ ممكن أسمعكم بعد الفاصل إذا تفضلتوا بكل الملاحظات والأسئلة. أستاذ حمدين هنواجه الأصوات المحتملة. ما سألتش لا سألتهم سألتهم سألتهم، دول مأكدين موقفهم ودول مأكدين موقفهم. كويس. إحنا عندنا أسماء المرشحين وأسماء الرؤساء خلال الثلاث سنين اللي فاتوا هي بس اللي بتتغير، إنما مواقف الجمهور ثابتة. مستمرين مع حضراتكم بعد الفاصل. يحدث في مصر، نواجه أسئلة أصوات سواء محتملة مؤيدة أو معارضة. يحدث في مصر، مستمر مع حضراتكم وحوار مع المرشح الرئاسي السيد حمدين صباح. اهلا بحضراتكم معانا مره تانية. يحدث في مصر. بفكركم بس سريعا انه دلوقتي مش وقت المذيع، وقت الاصوات، سواء كانت اصوات معارضه او اصوات مؤيده او اصوات حائره لم تحسم امرها فيما قالوا او فيما يقوله المرشحان الرئاسيان حتى هذه اللحظه. بفكر حضراتكم في مواجهتي انا الحائرين، في مواجهه الاستاذ حمدين صباحي المرشح الرئاسي، المؤيدين للمرشح الرئاسي المنافس السيد عبد الفتاح السيسي، و المؤيدين المتحمسين للمرشح الرئاسي السيد حمدين صباح. الحملات بصراحة، ويمكن يبقى الأستاذ حمدين عنده تعليق على هذا الموضوع، الحملات دايما بتحاول أنها تنشط قواعدها المؤيدة ليها. إحنا هنلعب دور مختلف بأن إحنا نبدأ مع الحائرين. هطلب منك بس أنك تعرف نفسك سريعا وتبدأ في سؤالك على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور مهندس وليد النجار، بداية أحب أشكر أسرة البرنامج على المجهود الجبار اللي أنا شايفه والتنظيم الرائع. أتوجه بالسؤال لسيادة الأستاذ حمدين صباحي. تحدثت سيادتكم عن الفساد والعدالة الاجتماعية وأزيد العدالة الانتقالية وتطوير المؤسسات، فما هو مجال خبرة سيادتكم في صناعة أو بناء رؤية شاملة على أسس المنهج العلمية الأولى تتفق أهدافها مع تتفق عناصرها مع أهداف السياق الفكري المتكامل؟ السؤال الثاني، تحدث سيادتكم عن الضرائب وزيادتها. يا دكتور خد نفسك يعني بصوت اعلى ومره ثانيه الاسم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور مهندس وليد النجار. دكتور وليد. ايوه. تحدث سيادتكم عن الفساد والعداله الاجتماعيه وازيد العداله الانتقاليه وتطوير المؤسسات، فما هو مجال خبره سيادتكم في بناء رؤيه شامله على اسس المنهج العلمي الاولى تتفق عناصرها مع اهدافها في السياق الفكري المتكامل؟ السؤال الثاني، تحدث سيادتكم عن الضرائب او جبايه الضرائب، وجبايه الضرائب في منظوري انا هو اول مسمار في نعش اي نظام، كما حملت عبارات سيادتكم نوع من التهديد لاصحاب رؤوس الاموال مما يمثل هروب بالاستثمارات خارج مصر. طيب السؤال الثالث واخر سؤال، بس مش هينفع اسمع ثلاث اسئله من الاخرين، معلش هاخد سؤالين بس، معلش بعد اذنك. نعم استاذ حمدين. شكرا دكتور وليد. انا بقى اشكل رؤيه عبر 40 سنه، انا صاحب رؤيه شكلتها من نضال عبر 40 سنة مع طبقات اجتماعية صاحبة مصالح، مع قوى سياسية صاحبة أفكار، من حوار مجتمعي واسع أنا طرف أصيل فيه عبر هذه السنوات. اتنين فضل. أنا مثال مثلا أن رؤية أمريكا أن تسود العالم بأي ثمن مثلا. نعم. لو أعطينا مثال لرؤية مثلا، رؤية أمريكا أن تسود العالم بأي ثمن مثلا، فما هي رؤية سيادتك بما ان حضرتك مرشح لقياده مصر، فما هي رؤيتك لمصر؟ يعني ما هي رؤيه مصر في هذا المجال؟ مصر دوله هنسمع بس عشان اقدر ادي وقت لكل الناس. الرؤيه ان مصر دوله فاعله في عالمها، قادره على تحقيق العداله الاجتماعيه، تقيم دوله القانون
التي تحرم وتجرم التمييز وتكفل الحريات المدنية والسياسية لأبنائها مستقلة في قرارها الوطني عبر سياسة خارجية كفأة ونشطة تستخدم قيمة الموقع والتاريخ في مصر. مصر جزء من عالم حديث فاعلة فيه، متفاعلة معه، مؤثرة فيه، بتحمي مصالحها وتعطي فرص لأجيالها الجديدة بأن تعيش بكرامة. مصر تحقق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو. في هذه الرؤية البشر أهم ثروة، ففي اعتماد لفلسفة تعظيم قيمة الثروة الرئيسية في مصر وهي الإنسان بالتعليم والتربية والثقافة والبحث العلمي. بس اسالك سؤال، لا انا هسالك سؤال لانه ممكن نفتح، انا اصلا انا لازم ابقى عندي عداله زمنيه ولا انتقاليه ولا اجتماعيه، انا لازم عندي عداله زمنيه. ان سعد ان انا هسالك انا سؤال. طب اتفضل. اللي سمعته سواء الاجابه او على مدى ال 40 دقيقه اللي فاتوا، ايوه، غيروا موقفك ولا لسه حائر ولا اميل للرفض ولا اميل للقبول؟ يعني حيوة يعني تحتفظ بده لنفسك؟ يعني مش حسمت عمرك من غير ما تقول لي حسمت عمرك؟ إلى حد ما يعني. بس أنا عاوز بس أقول حاجة، إن سيادة المرشح لم يتحدث عن المؤسسة التعليمية ومؤسسة الطاقة، وهما مؤسستين عماد المجتمع، يعني مؤسسة التعليمية والطاقة. والطاقة طبعا، الكهرباء والطاقة. طيب حسيب يعني. ده لملاحظات آخرين، معلش سؤال تاني قبل ما اتجه للجانب الآخر. اتفضل دكتور، تعرف نفسك بس الأول. بالمناسبة التعليم والطاقة لهم موقع هام في البرنامج، أما تقراه ممكن نتناقش على أساسه. اتفضل. بس هما واردين يعني. دكتور دكتور إبراهيم الصياد بورسعيد. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. حضرتك تحدثت على اننا يجب ان نكون دولة قانون، ثم تحدثت عن وعد سواء في هذه الجلسة او في جلسات سابقة انك وعدت بالافراج عن سجناء الرأي. صحيح. على الرغم من ان المادة 155 من الدستور المصري لم تمنح هذا الحق بشكل مطلق للرئيس، يجب ان يمر مقدما على البرلمان واما ان يرفض او يقبل. تحدثت عن برامج في المزيد في العديد منها هي اليات لا يملكها الرئيس ولكن تملكها الحكومة. هناك تخوف، هل نحن أمام دولة سيحكمها فرد على الرغم من معاناه المصريين وبناء عليه نصوا في دستورهم في اختصار صلاحيات الرئيس؟ كيف يرى المرشح حمدين صباحي صلاحيات الرئيس في الدستور المصري العلاقة في محددات قانونية؟ خلينا نصيغ العلاقة ما بين الرئيس والحكومة لتحقيق الأهداف اللي بيتكلم عنها. بالضبط. وكيف يرى صلاحياته؟ كويس أوي. تفضل استاذ حمدين. بشكر إبراهيم الصياد من بورسعيد، و كلامي واضح. الدستور يعطي الحق للرئيس في العفو، ده كلام دستوري، انما اسقاط العقوبه باثرها ده حق البرلمان، وفي فرق ما بين الاثنين. ما اعتزمه، كل سجين راي ساعفو عنه، وهذا احترام للدستور، مش بس احترام لنص الدستور وروحه اللي فيه اعظم باب الحريات، اعمال لحق دستوري لرئيس الجمهوريه. وهذا يحقق من وجهه نظري مصلحة وطنية إن مصر تحمي حق التعبير السلمي فيها وتتفرغ لمقاومة تستأصل الإرهاب دون أن تلقي على المعبرين عن رأيهم سلميا بأي نوع من أنواع الجور أو الاضطهاد. فهذا دستوري تماما. اثنين، كل ما يطرحه مرشح رئاسي في برامجه هو مسؤول عن انه يعمله في حدود صلاحياته الدستوريه، وساحترم تماما صلاحياتي في الدستور وصلاحيات البرلمان، واراهن على دوله مؤسسات وليست دوله فرد. لكن البرامج اللي مطروحه سيمارسها الرئيس بصلاحياته وسيعرضها على البرلمان، لان من حقه التقدم بمشروعات قوانين. اذا اقرها البرلمان اخذ بها، إذا لم يقرها لا يملك الرئيس ولا أنتوي أن أفرضها ضد إرادة البرلمان. طيب. هيبقى هنا دور رئيس جاء بأغلبية عبر صندوق انتخابات إنه يحسن استخدام الثقة الشعبية اللي خدها في إنه يطرح على البرلمان بطريقة مقنعة أهمية أن يتبنى ما وعد به في برنامجه. وهرجع أختم بإن ما قلته وأعني، معركة التغيير وإقامة الدولة ناجحة في مصر تمر بالرئاسة ثم طيب. بالبرلمان
ثم بالمحليات. انا عارف انه هناك مرشح رئاسي احتمال يوفقه ربنا او يعني كل احتمالات قائمه، بس لازم اقطعك برضه. اسئله من الجانب الاخر المؤيد ل، عشان ما بقاش مديكوا ظهري انا هقوم اقف والمسافه مفتوحه، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا احمد فاوض طب، امين عام مساعد صندوق اتحاد نقابات عمال مصر، وامين عام العمال في حزب الاحرار الاشتراكي. السيد المرشح الفاضل الاستاذ حمدين صباحي، انت وسياده المشير لا نشك في وطنيتكم انتوا الاثنين، وكلاكم بالتوفيق، واحنا بندعو ربنا بالتوفيق. ولكن انا في بعض من حوار سيادتك مع الاستاذ شريف، زي ما قال معلش بالبلدي كده، انت بتضرب وتلاقي يعني. نعم. يعني المؤسسه العسكريه انا شايف لغايه دلوقتي هي واقفه موقف محايد. لو وافقت ساعتها ممكن انت بقى عايز تحط اي حد مدني على الحدود، او اي حد من وجهه نظرك، او انت رافض ان يكون لواء جيش في المحافظات الحدوديه، دي حاجه بتاعتك انت، لا تدخل. ساعتها انت هتكون مسؤول عن كل مواطن وامنه وامانه. وانت كنت معانا في التحرير 18 يوم موجود معانا، وسيادة المشير برضك انا مش هقدر اقول له الاستاذ عبد الفتاح السيسي، ما ينفعش، لازم اقول له سيادة المشير عبد الفتاح السيسي برضك، لانه برضك ليه لقب. ولكن السؤال المهم لسيادتك من ضمن الملفات، احنا كعمال موضوع الحد الادنى للاجور، يعني الموضوع الحد الادنى للاجور هو مطلب من مطالب ثوره 25 يناير. طيب انا محتاج السؤال، ميثاق شرف لمنظمه العمل الدوليه ومطلب ملح، ولكن حكومه الببلاوي زجت بيه كشوء اعلامي ولم يستفيد منه كثير، فماذا انت فاعل بهذا الملف الشائك؟ طيب. المطلوب الملح. شكرا يا ريس. برضه مره ثانيه طرح العلاقه ما بين الرئيس حمدين الصباحي، اذا ما يعني ربنا وفقك، والمؤسسه العسكريه والحد الادنى للاجور. المؤسسه العسكريه محل احترام تام من الشعب ومن الرئيس. مهمتي اني امكنها واحفظ لها كفاءتها وقدرتها القتاليه وتنوع مصادر تسليحها ودورها في حمايه امن مصر اللي هو تكليفها الدستوري واجماع شعبي على تاييدها ومحبتها. واني امكن الدوله المصريه بكوادرها المدنيه من ان تقود كافه قطاعات الدوله عشان المؤسسه العسكريه تفضل مهمتها بكفاءه والدوله المدنيه تبقى قويه. انا مش عاوز مؤسسه وحيده قويه وبقيه مؤسسات الدوله ضامره. موازنه الجيش من يتابعها؟ موازنه الجيش سالتزم بنص الدستور، هي محل رقابه عبر لجنه من الامن القومي عشان نحفظ اسرار جيشنا، وده تقدير صائب في محل. الحد الادنى؟ الحد الادنى للاجور احمد يعني وكل احبابنا عارفين، لو حمدين اللي موجود يبقى في عامل موجود بياخد قرار. الحد الادنى للاجور سيطبق بجديه وبدون مساومات وبدون خروقات على الخاص والعام، والحد الاقصى سيطبق بجديه بدون استثناءات. ولو هنوفره من الحد الاقصى ومن المستشارين اللي بياخدوا ملايين بدون ما يبقى في اهميه للملايين اللي بياخدوها، ومن مد السن فوق الستين عشان نفتح الباب لاجيال جديده، ومن قوانين جديده لقواعد الترقي في الدوله عشان تبقى قايمه على الكفاءه مش الاقدميه بس، ومن حصيله الفساد عندنا فلوس تكفي ان الحد الادنى يتطبق من اليوم الاول في القطاع العام. القطاع الخاص سنيسر عليه إمكانية تطبيق الحد الأدنى اللي رأينا أن يلتزم به، لكن بحوار جاد مع أصحاب المشروعات هتقدم لهم تيسيرات، منها أن الدولة ممكن تتحمل جزء من التأمينات وغيرها من الأساليب. سيادة المرشح الرئاسي، الحد الأدنى والأقصى بحسب سؤال أرجوك يبقى سريع. عادل عبد الجادر، محافظة كفر الشيخ، عضو النقابة العامة لفلاحين مصر. مساء الخير يا سياده حمدين بيه، كل سنه وانت طيب. ربنا يبارك، ربنا يخليك. انا سعيد، الله يكرمك، بس جيت مسافه طويله فيها 3. قول لي رايك، قول لي رايك في موضوع التعاونيات والفدادين، التعاونيات وبنك التنميه. أيوة. بعدين انت بلديات المرشح ده ازاي من انصار المرشح الثاني؟ نعم يا فندم، من انصار المرشح الثاني. انا من انصار المشير عبد الفتاح. ايوه انا بقول لك، ولكن ده مرشح ومرشح المنافس انت من انصاره. سيدي انا من انصار وبقوه لسيادة المشير في التأسيس. ما على فكرة ده كويس، لأنه يعني أنا بسعيد جدا من ده. اتفضل، أنا قطعتك، أنا آسف. أنا خدامة، ولكن هذا الرجل في قلبي بكل ما أملك وأعلم ذلك. ولكن أنت
بنك التنمية والائتمان الزراعي يا سيد حمدين بيه ثلاث ارباع المتعسرين وهم في السجون الان وانت تعلم ذلك. ايوه تعاونيات في اثنين شكارة للفدان، هل ده يكفي سعادتك للفدان وانت رجل فلاح؟ الله يفتح عليك. بالنسبة لمحطة معالجة المياه فوق شمال الدلتا النهاردة يا فندم محطتين الوحاد اللي في الشرق الاوسط هو واحدة في السعودية وواحدة في اسرائيل، واحنا بلد مصر اللي هي ام الدنيا لم تحصل فيها من 80 لحد النهاردة. خدت بالك حضرتك بالنسبة لبرنامج سعادتك والتأمين على الفلاح، الفلاح ده يروح فين يا فندم؟ الفلاح استوى عادل الله يكرمك فندم. اتفضل كمل. كل الدنيا كل مصر قامت بثورة ونزلت الشوارع الا الفلاح لحد الوقت صابر لحد امتى؟ طيب ممكن بقى ممكن اخد الاجابه عشان ما اضطرش اقطعه فاصل. اذا تفضلت اتفضل. انا اجاوب. بنك التنميه والائتمان لابد ان يعمل كخادم للتنميه الزراعيه والفلاح. ديون الفلاحين موقفي منها واضح، اسقاط ديون الفلاحين الحائزين حتى ثلاث افدنه تماما، 50% لحد خمس افدنه، 25% لحد 10 افدنه. البنك لازم يؤدي دوره ايام ما كان بنك للتسليف، يعني بنك مهمته انه يدعم الفلاح. طيب مش يكسب. طب سيادتك عشان بيه بعد اذنك، طب انا لو شلت يا حمدين بيه. نعم يا حمدين بيه، انا لو شلت ثلاث افدنه والخمس افدنه والعشر افدنه، اي فين الاسر الفقيره عشان اشيلها اديها نفس المعادله اللي انا هشيلها عن الفلاح؟ برضو احنا عاوزين مساواه. انا ما بدافعش يا عادل. الاسر الفقيره دي معناها ان كل ديونها هتنتهي على طول حسب الكلام اللي انا بقوله. نعم مفيش دين على ضعيف هيبقى. احنا عاوزين تعاونيات قويه، يبقى انت وغيرك من الفلاحين في سيدي غازي ولا في مريوط ولا في جرجه اصحاب القرار ما يفرضش عليكم هيمنه من الجهه الاداريه، تعرف توفر الكيماوي اللي انت محتاجه لارضك زي ما كنا بنوفره قبل كده، تعرف تدخل طيب في عمليات تحديث وميكنه احنا طرحينها وتوفر ادواتها للفلاحين، هنسعر المحاصيل من قبل انت ما تزرعها. هل زرع الزرعه وعارف انت هتبيعها بكام؟ اه ولا لا؟ وضامن اللي هتصرفه عليها واللي هتاخده منها بالسعر اللي هنعلنه يخليك تجيب جلابيتين حلوين زي اللي انت لابسهم كده وتصور البنت وتبني لك بيت. طيب استاذ حمدين، الفلاح المصري جزء رئيسي في برنامجنا وسياساتنا اللي مطروحه في البرنامج، اما تقراه هتلاقيها كل اللي انت طلبته موجود فيه. طيب استاذ حمدين بقى هقول كلمه بعد اذن حضرتك عشان الوقت. في ناس ممكن دلوقتي يطلبوا حقوق الفلاحين عشان ياخدوا اصوات. انا الحقيقه عاوز اوصل للسلطة عشان ادي الفلاح حقه، لاني بقالي 40 سنة اتسجنت عشان خاطر حقوق الفلاحين. طيب استاذ حمدين معلش بعد اذن حضرتك، انا الفلاحين مصدقني مصدق إن مصدق او موقفك اتغير بالجملة دي ولا لا؟ انت محدد موقف، انت محدد موقفك. انا محدد موقفي. طيب بشكرك، شكرا الاسئلة عامة. شكرا جزيلا. في اسئلة تانية هاخدها من المؤيدين والحائرين والمعارضين، المؤيدين المرشح المنافس، مستمرين مع حضراتكم يحدث في مصر بعد الفاصل. مستمرين مع حضراتكم، مستمرين في الحوار اللي بدأناه في حوارنا مع المرشح الرئاسي السيد حمدين صباحي، وبعد كده بدأنا نسمع الكتل الثلاثة المختلفة. هنرجع مرة تانية للمؤيدين وكل الناس هتتكلم بشرط بس واحد، انه تساعدوني في إدارة الوقت. المؤيدين للسيد المرشح المنافس السيد عبد الفتاح السيسي، اتفضل يا فندم في نقاط تلغرافية سريعة. هسمعك طبعا. دكتور أحمد بهاء الدين محمد الدويني، المنسق العام لجبهة الإصلاح الصحي. سيادتك كلنا ندرك كمصريين أن مصر حاليا يصدق فيها قول الرسول عليه الصلاة والسلام أننا ركاب سفينة استهم البعض منا على أن كل واحد يخرق خرق ليصل إلى الماء. سؤالي، هل يتناسب وضع مصر الحالي مع ما تطلقونه سيادتكم من شعارات انتخابية في مسألة
التوسع في الحرية والتعبير عن الإفراج عن سجناء الرأي. أين سجناء الرأي الموجودون في مصر الآن؟ ألا ترى حضرتك أننا نحتاج إلى حرية منضبطة وليس حرية منفلتة؟ سؤالي الثاني، سيادتك أشرت أن الجيش بيمارس أو بيتدخل في العمل السياسي في مصر، أين هذا التدخل؟ الدستور تم صياغته عن طريق قوة وطنية مصرية، والقوانين التي سيفرزها الدستور ناتجة من خلال الدستور، فكيف سيكون لأي حاكم أن يحكم بشكل عسكري؟ طيب. سؤال ثالث بعد إذنك، مهم جدا مهم جدا. ممكن سيادتك أشرت أنك محسوب على ثورة 25 يناير، وهل المشير عبد الفتاح السيسي لا يحسب على ثورة 30 يونيو؟ معلش بعد إذن حضرتك عشان كل واحد يبقى سؤالين، العدالة الزمنية مطلوبة. اتفضلي يا فندم، هاخد السؤالين وهسمع إجابة حضرتك. اتفضلي يا ريت تعرفي نفسك. اوكي، سلبى زايد، مستشار قانوني، مستشار مالي في شركة إيس لايف انشورنس. حضرتك ذكرت في موقفين مسجلين قبل كده، إذا ترشح المشير عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية حضرتك مش هتتقدم الانتخابات. ماذا جد أو بتغيير كلامك؟ سؤالي الثاني، حضرتك ذكرت انك هتفرج عن مسجونين الرأي بعد الحكم، هل تعتقد او تفتكر ان الاخوان المسلمين هل دول من سجناء الرأي ام ماذا؟ واخيرا حاجة صغيرة، سؤالين. حمدين صباحي نازل يلعب على كرسي الرئاسة ولا نازل يلعب هيبقى زعيم معارضة؟ طيب شكرا. في اي اسئلة علشان نبقى خلصنا؟ اتفضلي فندم. هلال شرقاوي طالبة، كيفية تعامل حضرتك مع مشكلة الامن؟ كيفية تعامل حضرتك مع مشكلة، ممكن نبدأ بالترتيب بعد مشكلة الأمن. طيب. أنا وضع مصر الحالي من هساعدك في الوقت. طيب، وضع مصر الحالي من شعارات انتخابية الإفراج عن سجناء الرأي، هل هي حرية منضبطة أم حرية منفلتة؟ أنا هتكلم؟ اتفضل يا فندم. دي مش شعارات يا أحمد، دي سياسات أنا مؤمن بيها، ودي اللي يبني دولة قوية. الدولة القوية هي اللي تتصدى للعنف بحسم وحزم لا تصالح ولا تسامح، وتحترم حرية الرأي السلمي مهما كان الرأي السلمي. إذا عملنا غير كده نبقى بنتهاون في حق الأمن، وده لهالة، وإذا ما تصدناش للإرهاب إحنا بنضرب الديمقراطية في مقتل، لأن الإرهاب عدو حرية الرأي. مش عاوزين خوف في البلد، الخوف مصدره حاجتين: إرهابيين ضلوا في فكرهم واتخلق لهم مناخ، لابد إن إحنا نواجههم مواجهة شاملة، مواجهة أمنية وفكرية وسياسية وفي خطاب ديني جديد وفي حريات حقيقية، وده رقم واحد. المكمل له ما بقولش رقم اتنين، نحترم حرية الرأي. لو مسكت واحد سلمي النهاردة ورميته في السجن معناه انك بتتلهي عن اللي بيفجر مديرية الامن. لازم يبقى عندنا الثقة في شعبنا وفي دولتنا اللي هنبنيها مع بعض، ان كل رأي سلمي مهما كان لا يخفنا ولا سلطان على صاحب الرأي السلمي. الدكتور سأل قال انه هل حضرتك تنتمي لثورة 25 يناير ويقف ضدها المشير عبد الفتاح السيسي؟ انا بنتمي ل 25 يناير و 30 يونيو، ده أكيد. أنا معبر مؤتمن عن 25 يناير و 30 يونيو، أنا دعيت وحضرت وجهزت وشاركت بنفسي وبكل من معي ل 25 يناير و 30 يونيو. بس دي هذه الثورات العظيمة، لأنها ثورة الشعب المصري زي ما أنت بتقول، لا أنا بحتكرها ولا معايا ختم إن مين اللي فيها ومين اللي مش فيها. أي حد بينتسب للثورة يقول لنا هيحقق أهدافها إزاي. طيب، هل الإخوان سجناء رأي؟ كل مصري بغض النظر عن توصيفه، وده نص الدستور، إحنا مش هنقيمه فوضية لمكافحة التمييز والتكافؤ الفرص، وده في أول ما سأشرع فيه. المفوضية ديت معتمدة على نص دستوري بيقول أنه لا تمييز ما بين المصريين على أساس الدين، يعني مش هسمح إن قبطي يتظلم في مصر على أساس التنظيم أو على أساس النوع، يعني الست ما تتظلمش للراجل، ولا على أساس الانتماء السياسي، على أساس التنظيم، تنظيم الإخوان كما عرفناه على مدى التاريخ.
كان سؤالها هل الإخوان سجناء رأي؟ الإخوان والتيار الإسلامي والماركسي والناصري والليبرالي إذا كانوا سلميين مؤمنين بدولة القانون لهم في هذا الوطن كل الحقوق وعليهم كل الواجبات بطريقة متساوية. مش هميز أنا في مصر وانت طالع تقول رأيك أفتش في ضميرك ولا أقول لك رأيك معايا ولا ضدي يساري ولا ليبرالي. انت سلمي على عيني وراسي، الدولة تحميك. كويس. انت إرهابي. حاضر. انت بتدعو حاضر. للعنف، انت بتروج للعنف وبتغطيه، القانون سيأخذ على يدك زي ما نأخذ على يد من يخرق السفينة إكمالا للحديث. معلش لا بعد إذن حضرتك بعد إذن لا أصل ده مش مجاله. طيب معلش أنا بس عايز أطلب حضرتك طلب. لا انت المايك مش موجود. يمكن انت فهمتني غلط يا ابو حسن. بس دي المداخله الاخيره. لا انا كلامي قاطع وواضح. الجيش جيشنا جميعا مش جيش حد. الجيش ده اسمه جيش مصر مش مكتوب على اسم حد. الجيش ده كويس. جيش يحمي امن وكرامه. انت مؤيده وهو المرشح اللي بتأيده. ليس له ولن يكون له دور في السياسه والصراع الحزبي والتنافس. استاذ حمدين بعد اذن حضرتك. لا معلش بعد اذن حضرتك اتفضلي يا فندم اتفضلي. طب الاول قبل ما ابدا يا ريت تعرفي نفسك. انا بس عايزه اقول حاجه. هو كان في استاذ مؤيد المشير السيسي من كفر الشيخ. انا برضو منار رزق الحنفي من كفر الشيخ مركز الديسان قريه دمرو. بلديات متعادلين بقى بالظبط. بس مش برشح حمدين صباحي نقطه بس عشان هو ابن بلدي ولا كده. انا برشحه عشان فكره ومشروع ورؤيه انا بحلم بيها شايفاهم في حمدين صباحي برضو مش عشان شخصه عشان تاريخه النضالي اللي انا دايما شايفاه متحيز للفقراء من ساعه ما وعيت على الدنيا وعرفت في السياسه. السؤال احب اطرحه الاول. خلال الثلاث سنين اللي فاتوا احنا شايفين تدهور في السياحه في قطاع السياحه كله. عايز اعرف في برنامج حضرتك خطه لعوده السياحه وتنميتها وزيادتها. ده السؤال الاول. السؤال الثاني خطه حضرتك للنهوض بالثقافه وصناعه السينما لانها برضو في تدهور. كويس. شكرا. اتفضل يا فندم. احنا عاوزين مواردنا من السياحة تستمر وتضيف. برنامجنا فيه مشروع متكامل لهذا. مدرك اهمية الامن لعودة السياحة. مدرك اهمية ان السياحة الثقافية تاخد فرصة بالذات في اقليم الصعيد بالمخزون الهائل 30 اثار العالم في مصر بجانب السياحة الشاطئية. مدرك اهمية تخريج كفاءات تعمل في مجال السياحة وتقدر تقدم الخدمة السياحية. مؤمن بأهمية إن الشعب المصري يسود لديه وده أصيل فيه أصلا فكرة الترحاب بالضيف وتبقى عامل لجذب سياحي أكتر. وفي تصورات عن التيسير على صناعة السياحة بالذات في صعيد مصر بشكل يخليها تجيب ليالي سياحية وعائد أكتر. ثقافة برنامجنا يفرد جزء أهم جدا اللي بنسميه المشروع الثقافي المصري. في تصورات عن دورنا الثقافي وأهمية الثقافة كمورد اقتصادي وهيكلة لوزارة الثقافة وقطاعاتها واحترام لحق الإبداع بكل أشكاله اتفاقا مع نصوص الدستور وحماية للحريات في الإبداع بالنص الدستوري يمكننا من إن احنا نستعيد دور مصر اللي هي قوتها الناعمة وثقافتها كانت مصدر قوة لها وعاوزين نضيف إنها تبقى مورد اقتصادي أيضا. أنا قبل ما تسأل ممكن أسألك سؤال سريع جدا. إيه اللي يخليك بعد ما أيدت حمدين صباحي وأصبح رئيسا فتشعر بأنه أحبطك أو خيب ظنك وتخرج عليه؟ يعني أهم حاجة ممكن تخليني وأنا واثق إن هو مش هتحصل يعني إنه يتنازل عن حقوق الشهداء. أمهات الشهداء قابلوا السيد حمدين أكتر من مرة وحملوه امانه وانا متاكد ان هو هيدي الامانه دي وانه هيأديها. دي نقطه مهمه بالنسبه لك تحدد موقفك منه. حقوق المصابين. طيب تمام. انا اسف ان انا ما طلبتش منك تعريف نفسك في الاول. عرف نفسك بقى وانت بتسال المرشح الرئاسي. محمد عواد المحله. في قطاع عريض من الشعب المصري ومهم هو القطاع الطبي. القطاع الطبي من اطباء وفئات معاونه صيادله وكيميائيين وعلاج طبيعي واسنان دخلوا في سلسله من الاضرابات المتتاليه على المدى الفتره الماضيه وكان ليهم مطالب محدده من الحكومات وما كانش في استجابه من الحكومات لهذه المطالب. حضرتك البرنامج بتاع سيادتك بيطبق او بيركز على نقطتين من اللي هم بيطالبوا بيهم. هي رقم واحد واثنين الامن في المستشفيات
والمنشآت الطبية، ورقم 2 توفير المستلزمات الطبية. إنما في حاجة مهمة جدا الأطباء عايزين يعرفوها، متطلباتهم هم من تحسين وضعهم المادي وتحسين وضعهم الاجتماعي. طيب اتفضل يا فندم. القطاع الطبي نسمع بس، انا قدامي 3 دقايق وبعد كده عندي ربع ساعه ثانيه عشان محدش. في فلسفه حاكمه في برنامجنا، العنصر البشري تطويره، ضمان دخل كافي له، كفاءته المهنيه. الكلام ده بيشمل في كلامنا عن القطاع الطبي تطوير التعليم والتدريب المستمر للأطباء وهيئات التمريض والمهن المعاونة، مع تركيز على إدارة المستشفيات لاحتياجنا لها، احترام لمطالباتهم فيما يتعلق بكادر يضمن لهم عائد كريم يليق بالدور العظيم اللي بيأدوه. مشروعنا والاستجابة له. تفضلي. سؤال سؤال مباشر. لاحظنا تفاعل جماهيري كبيرا مع حضرتك في المؤتمرات خلال جولتك. برضو ما عرفتيش نفسك. أي بركات شبين قناطر أليوبي. هو يعرفك هو نفسه بقى عشان انت مؤيدة جايز بس. أي بركات شبين قناطر أليوبي. كان في تفاعل جماهيري كبير مع حضرتك في المؤتمرات. لاحظنا ده، هل ده هيبقى له تأثير يومين الانتخابات؟ وسؤال تاني، طبعا احنا عارفين الصعيد مهمل وقطاع محتاج تنمية كبيرة. برضو لاحظنا ان حضرتك بدأت التدشين الحملة في مؤتمر أسيوط. هل ده بيعني ان حضرتك حاطط للصعيد وضع خاص في البرنامج؟ حمدين، الروح اللي لمستها من الشباب 80 ثانية كما أبلغ مفتاح النصر بإذن الله. بدأت من الصعيد وأختم جولاتي في السوهاج، برضو في الصعيد. الصعيد لنا مشروع كامل لتنميته وإنهاضه وإعادة تخطيطه إداريا، بحيث كل محافظة يبقى لها امتداد للشرق يوصل للبحر الأحمر، مصيف، ميناء، فرص عمل جديدة، وامتداد إلى الغرب يعمل ظهير صحراوي. وفي كل محافظة هنضع مزرعة كثيفة لإنتاج الطاقة الشمسية وتحويلها إلى كهرباء. مشروعنا الكبير جدا بالشراكة مع أوروبا هيبقى موطنه الصعيد. 300 ألف فدان هنزرعهم قطن قصير التيلة في الصعيد عشان ننهض صناعة الغزل والنسيج. 400 منجم للشباب، كثير منهم هيكون في الصعيد. 5 مليون مشروع صغير ومتوسط ومتناهي الصغر، 2 مليون منهم تقريبا هيكونوا في صعيد مصر. احنا في الاخر عاوزين نقول لأهلنا في الصعيد، اللقمة هتتوفر للناس وما تروح القسمة هتطلع منه محترم. طيب بكرة. اديني 20 ثانيه استاذ حمدين. لاهل الصعيد مسيحيين. طيب اديني 20 ثانيه اقول ان احنا مستمرين مع حضراتكم في هذا الحوار. عندنا جزء اخير هنسمع فيه اخر من له راي في تعيين حمدين صباحي المرشح الرسمي والرئيس المحتمل، وبعد ذلك بعد ما نسمع مداخلات اهم كتله وهي المترددين والحائرين اللي ناقصه نسالهم بسرعه جدا، غيرتوا رايكم ولا لسه مؤجل لغايه يوم الانتخاب؟ يحدث في مصر، نستمر مع حضراتكم بعد الفاصل. هأفسح المجال مباشرة لمؤيدي المرشح الرئاسي حمدين صباحي لاستكمال كلامهم، بس المنطقي ان انا اجي عليكم لانه مرشحكم موجود. بسرعة جدا. حسناء حلمي، حزب الدستور. النهاردة استاذ حمدين عايز اسأل حضرتك عن المرأة، عايز اعرف ايه وضع المرأة برنامجك الانتخابي، وكمان ازاي هتضمن لها مشاركة جادة في الحياة السياسية والاجتماعية بما يتناسب مع تقدمها للصفوف في الفترة اللي فاتت في كل المواقف والفعاليات، وتقضي على الظلم والتمييز الواقع ضدها على طول المرة والصور. طيب ممكن شكرا. تعرف نفسك وناخد السؤال منك عشان يجاوب على السؤالين على طول. سيد حمدين صباحي، عز الدين عادل، عضو حملة حمدين صباحي. عايز أسأل حضرتك عن رؤيتك لاحتواء شباب القوى الثورية واللي بيميل للمقاطعة بسبب شعوره بانحياز مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لصالح مرشح بعينه، وما هي رؤية حضرتك لضمانة نزاهة العملية الانتخابية؟ استاذ حمدين اتفضل. هيسمح لي مؤيدية أن أعود لمعارضية نعطيهم أولوية. سلمى كانت سألت عن تصريحات لبناني استفلوا إن أنا مش هترشح. لم تصدر عني هذه التصريحات يا سلمى على الإطلاق، لم يحدث، ومش هتلاقي أي تسجيل ليا بيقول هذا الكلام.
واذا كان عندك اسمعيه كويس هتلاقيني ما قلتوش. انا قلت لو اتفقت القوى الثوريه على مرشح لن ارشح نفسي، وده ما تمش. واضح انهم ضمنيا تركوا لي هذا الاداء، هذا الواجب، فانا اؤديه ونامل ان ربنا يعيننا فيه. طبعا انا داخل انتخابات جد بس بتلعب على كرسي رئيس جمهوريه ولا كرسي زعيم المعارضه؟ انا داخل لاني مؤمن بحق الشعب والتيار الرئيسي اللي بمثله ان يصل لمقعد الرئاسه. كويس. وان شاء الله ده هيتحقق باصوات الناس. المراه يعني الحقيقه عاوز استفيض، لكن في حدود الوقت. مفوضيه تكافؤ الفرص ومكافحه التمييز اللي هتأدي دور جوهري في انها تتصدى دستوريا وقانونيا لاي تمييز ضد المراه او ضد الاقباط او ضد اي حد بسبب انتمائه السياسي، هتستفيد منها المراه. دي هتكون مفوضيه في مشروع قانونها اللي احنا مجهزينه مستقله عن السلطه التنفيذيه، تعين بقرار من مجلس الشعب باغلبيته، لا حق التقاضي المباشر، ستعطى ضبطيه قضائيه، ستنسق مع غيرها من المنظمات اللي بتخدم دورها. اتنين، عندنا مشروع لادماج مليون امراه من الاكثر فقرا في شبكه الحمايه الاجتماعيه. لدينا حوافز في الاستثمار عند تطبيق الضريبه التصاعديه، تقدم اعفاءات للمصانع اللي العاملات فيها من المراه هيمثلوا التلت من العماله. عندنا خطط للتمكين للمراه الاقتصادي باتاحه فرص مشروعات المتناهيه الصغر والصغيره والمتوسطه للنساء والشابات. لدينا تصور متكامل عن ان المراه اللي هتستفيد بشبكه الحمايه الاجتماعيه هيبقى في مقابل التزامها بانها تطعم ولادها، انها تمنعهم من التسرب، ومشاركتها في محو أمية نفسها مقابل ما ستأخذه في إطار الحماية الاجتماعية اللي تقدمها الدولة. احنا حريصين على حضور المرأة، يعني حضور المرأة في مستشارية أو نواب الرئيس والوزراء سيكون حضور غير مسبوق في تاريخ مصر. طيب بالنسبة لاحتواء الشباب هذه المرأة، و سنسعى لتمكينها في الانتخابات من الحصول بالنسبة على نسبة جديرة بها في البرلمان. ساعدني تسمع الأصوات المحتملة قبل ما تجاوب حضرتك على السؤال الخاص باحتواء الشباب. خليني أنقل لحضرتك خبر عاجل حصل واحنا في هذا المكان الآن، انه احنا وحضراتكم شفتوا الكلام ده على الشاشة، انه مؤيدين للإخوان قاموا باقتحام ميدان رابعة العدوية واشعلوا النار في بعض الأجزاء منه. لو رئيس الجمهورية النهارده دلوقتي في الاتحاديه قاعد وجاله الخبر ده، ايه اول خطوه او اول قرار ياخده؟ هيطبق عليهم بحسم انهم بيمارسوا عنف، لن نسمح باي عنف. مفيش حد يولع نار ولا يهد بيت ولا يعتدي على مال خاص ولا عام، ده ضد قواعد التعبير السلمي عن الراي. اذا عاوزين نبقى بلد محترم، عاوزين يتظاهروا، هنخليهم يتظاهروا، يقولوا رايهم، يرفعوا يافطه، يقولوا هتاف، ويروحوا بيتهم. لكن اللي هيعتدي على منشأة مصرية ايا كان انتمائه، يبقى من شباب الثورة، من شباب التيار الليبرالي الاسلامي، هو يخرج على قواعد اتفاق المصريين والدستور والقانون. لو كنت بدلا من المستشار عدلي منصور رئيس المؤقت، كان قرارك هيبقى بخصوص فض رابعة ايه؟ فض رابعة بهذا الشكل بشكل مختلف؟ انا رأيي كان واضح ولا زال، فض رابعة هو القرار الصحيح. مشكلة رابعة انها كانت تحتوي مظاهر مسلحة لا ينبغي لمجتمع ديمقراطي ان يسمح بها، والدم اللي سال في رابعة واجع كل المصريين واجعني. انا هعتذر عن الاسئلة اللي فضول قبل القيادة المتحجرة المتعصبة للاخوان هي اللي ضحت. طيب بدمها. انا هعتذر عن غريزة المذيع وهتراجع مرة تانية. احتواء الشباب سريعا قبل ما ارجع المترددين الحقيقيين. حملتي ومشروعي وبرنامجي ورؤيتي الشباب موجود فيها في كل حرف، صراحة أو ضمنا. مش هتقوم بلد جديرة بأنها تبقى جزء من هذا العصر الحديث إلا بتمكين تام للشباب.
في القيادة والقرار إذا توفرت فيهم اعتبارات الكفاءة والنزاهة، مش لمجرد أنهم ثوريين في فئة عمرية معينة، وفي الاقتصاد فرص العمل البطالة هي اللي بتنحر الشباب، الشباب الفلاحين والصيادين والشباب اللي في الورش والحرفيين. كان في جزء خاص بضمان نزاهة العملية الانتخابية للشباب المتأثر أو الشاكك فيها والمقاتل. أنا بقول كده بوضوح، الدولة المصرية طول تاريخها بتأدي أدوار في الانحياز في التأثير، لكن بقول لكم الانتخابات الجاية ما فيهاش تزوير، اللي عاوز يقعد في بيتهم خوفا من التزوير أنا بقول له لا تزوير، إحنا الضمانة، وجودنا الضمانة. إذا كان عاوز يسيب زمايله من الشباب شركائه في الحلم ده هم يدخلوا يحاربوا من أجل حريات مستحقة المصريين وانتخابات نزيعة وهو قاعد يتفرج عليهم في البيت. سيدات أولا، أنا أعتقد أن ضمير أي شاب ثوري لن يسمح له بأنه يكون في القاعدين ويسيب شركائه في الميادين يكون لوحدهم مقاتلين. طيب أنا واثق أن اللي مقاطعين يوم الانتخابات حتى لو ليلتها هينزلوا يدوا أصواتهم لمشروعهم وحلمهم. طيب أهم اللي ما حسموش قرارهم جزء منهم أهو، حضرتك هتحول الكرسي مرة تانية. أهلا وسهلا. أنت مقرر أنك تقاطعي أو ولا هتنتخبي بس لسه ما حددتيش موقفك؟ هو أنا في الحالتين هنزل. في الحالتين هتنزلي؟ اه يعني انا مش هقعد في البيت، ممكن انزل ابطل صوتي وممكن ادي صوتي لحد لسه لحد دلوقتي لسه ما حد، يا اما المقاطعه يا اما تعلمي على رمز النجمه المشير عبد الفتاح السيسي او على رمز النسر. لا هي حسمت انها مش هتقاطع، لكن حسمت انها هتشارك، ده حريتها في الاختيار. كويس اتفضلي. انا ما سالتش، انا كنت يعني هي المعبدي صحفيه، كنت بسال حضرتك بس بخصوص الانتهاكات اللي بتقوم بيها وزاره الداخليه وقوات الامن، الانتهاكات الصريحه والواضحه للمواطنين العزل اللي بتوصل ساعات للقتل العمد، زي ما شفنا في حادثه حماده خليل في اسم امبابه، مواطن اعزل اتقتل جوه الاسم بثلاث رصاصات، هيكون في محاكمات عادله ليها؟ وخصوصا ان القضيه لسه بقالها فتره يعني ما كملتش شهر، فممكن حضرتك لما توصل ان شاء الله لكرسي الرئاسه تكون القضيه بقت مطروحه على القضاء، هيكون في محاكمه عادله؟ اهل نعم، اهل القتيل دوت امه المكلومه حقها هيرجع؟ ده سؤال. السؤال الثاني، العساكر والضباط اللي بيموتوا في تفجيرات وفي حاجات كتير جدا بنشوفها كل يوم، حقهم برضو هيرجع؟ هو سؤال بس من جزئين، في سؤال تاني. نعم. متى سينتهي مسلسل استهداف الصحفيين والمصورين في الشوارع؟ حق كل شهيد مواطن ضابط او جندي او فرد في الشرطة المصرية او في الجيش المصري دمه في رقبة هذا المجتمع والرئيس القادم. العدالة الانتقالية اللي دستورنا قال لازم تتحول لتشريع في اول دور انعقاد هتكون الطريقه اللي هنتوافق عليها لارجاع الحقوق، لقصاص عادل، لجبر للضرر وتعويض لكل الذين اضيروا، ونفتح الباب لتسامح طوعي. انا بدعو المصريين جميعا انهم يثقوا في حاجتين، الاولى مفيش دم ضاع هيهدر، معترفين بكل دم ما عدا دم الذين حملوا السلاح ودعوا للإرهاب والعنف ضد الشعب أو الجيش أو الشرطة. اتنين، العدالة الانتقالية مش انتقام، ده بتعمل عدالة تفتح باب ان احنا نتسامح ونقفل الجرح اللي وجعنا ده على نظافة عشان نبص لقدام ان شاء الله. قولي للأم العظيمة دي ولكل أمهات الشهداء والمصابين وزوجات الضباط والجنود والمواطنين، كل متظاهر سلمي او كل ضابط او جندي هيرجع له حقه وينصف، لكن هيرجع له مش على طريقه انتقام اللي عاوزين يصلحوا غلطه بغلطه اكبر، لا، عداله في القصاص تشفي الصدور وتفتح الباب للتسامح. طيب، ونجمع شمل مصر. سؤال اخر من الصحفيين متردد على الاقل، لان صحفي أنا مدرك ما يتعرضوا له من انتهاكات، لن أوافق على أي انتهاك من أي نوع أيا كان مصدره لا الداخلية ولا غيرها لمواطن بالذات صحفي بيأدي واجبه. هو ممكن وزير الداخلية يبقى مدني في عهد حضرتك؟ إذا مش ناوي أجيب رئيس، لا مش ناوي أجيب وزير داخلية مدني، ده أفق في التطور قد نصله ما توصلوش دلوقتي، لكن جلعتي. إحنا ناويين نصلح كل الدولة المصرية، مش الداخليه بس، الداخليه والخارجيه والحكم المحلي والمجلس المدينه، مش فئه بعين، مش فئه بعينها الدوله المصريه كلها سيتم اصلاحها. طيب،
والعاملين فيها شركاء بآرائهم وخبراتهم في هذا الإصلاح. يلا أنا أحمد صبري، صحفي وعضو حزب مصر القوية. كنت عايز أسأل حضرتك، يعني أنا حسمت رأيي بالمقاطعة، فكنت عايز أسأل حضرتك، يعني إحنا كنا قررنا قبل كده نخش في الاستفتاء على الدستور ونصوت لأ، حصلت انتهاكات، اعتقوا العدد كبير من أعضاء الحزب بتاعنا وحصل صحيح. ضدهم انتهاكات في الأسامي وكده، فإزاي حضرتك بتطلب مني إن أنا أنزل وانتخب في حين إن كان قدامنا بروفا للاستفتاء، كان واحد وكان في ناس اعتقلت وناس حبت تدلب رأيها وفشلت في إنها تدلب رأيها. تاني سؤال سريعا، حضرتك بتتكلم عن القصاص وحق الشهيد، فأنا بتكلم بقى هنا عن حق الشهيد مش في ثورة 25 يناير بس، عايزين نتكلم عن حق الشهيد في محمد محمود ومجلس الوزراء، والشهيد اللي مات في الحرس الجمهوري واللي مات في رابعة كمان، ليه ابن يعني بننسى، يعني انا ليا احد اصدقائي وقريبي مش صديقي عمرو سمير كان مدي صوته لحضرتك في الانتخابات، ولما شاف مجزره رابعه زي بتتكلم على كل الشهداء لا يعني 25 يناير لغايه اللحظه نزل طيب. عشان يتبرع بالدم، عايز بس عايز عايز اعرف رايك، عايز اسمع اجابته. استاذ حمدين بشكرك، اولا عايز اجابه، بشكرك متفهمك جدا طيب. حاسس بيك وبقول لك ما تقطعش، لان اما شباب مصر القويه عشان بيعلقوا صوره، انا خدت موقف معاهم معلن في ساعتها. موافق على كلمه مجزره رابعه؟ لحظه واحده، لا اتفضل. ليه بقى لازم تنزل؟ لانك لو ما نزلتش اللي بتشكي منه قد يستمر، لو نزلت وربنا ايدنا باصوات بعض اللي بتشكي منه هينتهي. اذا كنت عاوز تقعد تواجه نفس المظالم اقعد في البيت، عاوز تلعب دور في انك تصل الى نظام يحترم الحريات ويفرج عن سجناء الرأي بما فيهم اللي انت اشرت لهم، يبقى لازم تنزل تدي صوتك لمن تعتقد انه قادر على تنفيذ هذا البرنامج. اتنين، اما بنتكلم عن العدالة الانتقالية بنقول انها لا انتقامية ولا انتقائية، هتحاسب على كل دم مصري ما لم يكن شريكا في ارهاب او عنف، وده يسري على الجميع لا يقف عند خط سياسي ولا عند مرحلة زمنية طيب. وده اللي هيجسده القانون اللي هيصاغ، وده المقصد من الدستور يعني حسب فهمي طيب. طبعا طبعا اللي راح يتبرع بالدم ده ومات لازم حقه طيب. يرجع اسمع ده مسؤولية صوتين. أخلاقية ومسؤولية ديمقراطية وشرط، عشان كمان انت نفسك تتفتح وتشارك طيب. في بلدك قدامي يعني قدامي اربع او خمس دقايق والشباب نفسهم بعد اذن حضرتك سريعا لازم جدا. تتفتح نفسهم ان يشاركوا بالعدل، هحاول اوفر وقت، هحاول اوفر وقت حقيقيه يلا ان شاء الله اتفضل. فادي صلاح بكالوريوس علوم سياسيه جامعه فادي صلاح تمام اتفضل. سؤال سريع في الحقيقه انا كان في اسئله كتير بس يعني معظمها طرحت، قبل ما اقول السؤالين اللي عندي عايز اوضح نقطتين بس. اول حاجه ان في الانتخابات الرئاسيه سنه 2012 انا كان صوتي لحمدين صباحي، النهارده زي ما حضراتكم شايفين انا واقف في المجموعه اللي هي اللي ما حسمتش امرها قرارها بالترشيح سواء المشير عبد الفتاح السيسي او السيد حمدين صباحي. ده يرجع كده هشارك كده كده اتفضل، بس ده يرجع لسبب او لنقطتين ظهروا في تصريحات وفي البرنامج الانتخابي للسيد حمدين صباحي، هما في رايي الشخصي التناقض وعدم الواقعيه. فانا هختصر اسئله سريعا جدا بس واسال سؤال في نقطه التناقض وسؤال في نقطه عدم الواقعيه بس ده في دقيقه واحده تمام. بالنسبه لنقطه التناقض، حضرتك ذكرت ودي معلومة صحيحة ان في تضخم في القطاع العام في الوقت الحالي، ان احنا عندنا 7.2 مليون موظف في القطاع العام. لا مش في القطاع العام، في الدولة. في الدولة بالظبط، ده الجهاز الإداري غير القطاع العام مظبوط. في نفس الوقت حضرتك ذكرت ان في حالة نجاح حضرتك وتوليك منصب الرئاسة ان انت هتقوم بإنشاء وزارات جديدة على سبيل المثال زي وزارة الثروة المعدنية، وهتقوم بإنشاء عدد من المفوضيات زي مفوضية مكافحة الفساد وما إلى ذلك. مظبوط. فده هيتطلب هيكل تنظيمي وهيتطلب موارد مالية وهيتطلب ان حضرتك تقوم بتعيين ناس جديدة هتبقى في الاخر محسوبة طيب. على القطاع العام. انا 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 فعلا ما عنديش وقت واضح، انا دايما الشرير اللي بقاطع. لا لا، السؤال الثاني ده بخصوص عدم الواقعية، من ابرز النقط اللي موجودة في البرنامج الانتخابي بتاع حضرتك موضوع الفدان وال10000 جنيه اللي طبعا دار عليها دي امور كتير. حضرتك شايف انها غير واقعيه، معلش هيرد لا لانه خليني اسال سؤالي بس فعلا ما عنديش وقت. النقطه ان في حال التنفيذ اللي حضرتك بتقوله وهو من ابرز النقاط في برنامجك الانتخابي، في نقطتين قد يؤدوا الى فشل النقطه دي او قد يؤدوا الى فشل المحور ده، وبالتالي يصبح البرنامج قايم على محور رئيسي غير واقعي، وده اللي حضرتك لا لا معلش 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 انا سامع رد فعل الشباب. يعني هل حضرتك شايف
ان احنا بنقول في ناس واضح. بتعاني من البطاله. اجابه سريعه وانا بحييك، مفيش اي تناقض، الدوله محتاجه اصلاح جد في جهازها الاداري، وانا بالفعل هننشئ وزارات جديده مش وزاره واحده. يعني المعوقين مجلسهم هيبقى فيه وزير من المعوقين من ذوي الاعاقه. الصعيد هانشئ له متابعه تابعه لرئيس الجمهوريه للتنميه فيه. والمشروعات التوسع العمراني اللي هي سيناء وبحيره ناصر ارض النوبه القديمه والساحل الشمال الغربي والوادي الجديد حتى شرق العوينات، مفهوم. انا عارف البرنامج الانتخابي بتاع حضرتك، انا بس على تخصيص الموارد وتعيين عاملين جدد. الاجابه بقى ان الجهاز الاداري المتضخم ده هيعاد تاهيله. اللي انا بطرحه ده هيجعل بعض الذين لا يؤدون وظيفه فاعله لصالح المجتمع في الجهاز الاداري يعاد توزيعهم. هيعاد تاهيله وتوزيعه لصالح ان يؤدي مهام. طيب. اكفاء. عندك سؤال؟ باذن الله. عندك سؤال؟ لا لا، السؤال الثاني. اما السؤال الثاني احنا واضحين سريعا جدا. اللي انا قلته في فدان وعشر تلاف جنيه مش لكل شاب، لا دي طريقه توزيع لكل فدان هيتصلح. هنصلح قد ايه؟ احنا حاطين برنامجنا 3 مليون فدان حسب الحسابات الراهنه للمياه الجوفيه بدون استنزاف لها. طيب. على حساب بعد اذنك يا استاذ حمدين. لا انا اسف جدا، لازم ادي فرصه. بص انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. نعم استاذ حمدين. انا همارس هنا ديكتاتوريه رهيبه جدا في 3 دقائق. اتفضل. احمد خالد بس هنا بقى بمناسبه المعلومه دي هصلح معلومه يا شريف بعد اذنك. انا ذكرت في برنامج سابق ليا ان هعمل خريطه معلومات. كويس قوي. ومن هنا تعرف القاعده اللي يتم عليها التوزيع. هقول ايضاح انا مدين بيه، لاني قلت ان الشركات اللي بتحفر كانت بتعمل ديليت لكل طبقات الارض ما عدا البترول، وده نقلا عن عالم متخصص. جالي تصويب من الدكتور رمزي العدل ان المعلومات دي ما بتعمل لهاش ديليت. قدامي دقيقتين ونص نحتفظ بيها الان. انا ارجو ان المعلومه دي تكون صحيحه، لان هذه المعلومات ضروريه لمشروعنا في التنميه ان يقوم على معلومات. طيب. موثقه. سؤالك. لمواردنا تحت الارض. سؤالك سريعا جدا قدامي دقيقتين ونص بالاجابه. احمد خالد من الجيزه. حضرتك دلوقتي عشان نحقق الامن وان يبقى في دوله منتجه وعشان برضو يبقى في دوله ناجحه زي ما حضرتك قلت، لازم المجتمع المصري يرجع تاني زي الاول، يبقى كله يبقى نسيج واحد. دلوقتي في تشرذم في المجتمع المصري بسبب الاحداث الاخيره. نعم. حضرتك ايه خطواتك او حضرتك هتعمل ايه عشان يرجع تاني المجتمع المصري عباره عن نسيج واحد؟ اوافقك، مصر محتاجه الان لا انتقام ولا انقسام لاستقطاب الحد في المجتمع المصري. لازم يبقى لنا رؤيه نتوافق عليها. لا المدخل لده ثلاث حاجات: دوله القانون، ان نقيم العدل، العداله الانتقاليه كاداه لتضميد الجراح وفتح باب لم الشمل المصري، الحريات، احترام دوله قانون تصون الحريات وتدي نموذج في قبول الراي، وهذا يتطلب ان احنا نتوافق بجديه. طيب. على ان لا تكفير باسم الدين ولا تخوين باسم الوطنيه. الخطاب الاستبعادي الاستئصالي لكل واحد بس شايف نفسه وغيره يبقى اعداء لابد ان ينتهي. من الاعلام والقوى السياسيه والمجتمع عاوزين رئيس يدرك هذا ممكن. ويبقى مؤمن بيه ويعبر عنه في خطابه. طيب. ودوله تجسد هذا. قدامي استاذ حمدين قدامي دقيقه واحده. لا ثانيه واحده. انا هعمل معاك دلوقتي اتفاق على الهواء. انا همسك المايك 30 ثانيه واخده وارجع. لا انا همسك المايك 30 ثانيه واخده وارجع. اتفضل. استاذ حمدين، يكاد يكون توجهك اشتراكي حتى النخاع، مع العلم ان النظام الاشتراكي قد انتهى على مستوى العالم واصبح نظام راس مالي. فكيف ستتعاملون مع المستثمرون الجدد ورجال الاعمال؟ مع العلم بس القطاع الخاص ازاي هتتعامل مع القطاع الخاص؟ انا عاوز بس انا قدامي 30 ثانيه اشكر فيها. الدنيا دي ما عادش فيها اشتراكيه وراسماليه، فيها نظام ناجح. النظام الناجح هو اللي ياخذ مزايا الاثنين. انا حتى النخاع مع الغلابه والفقراء والمضطهدين ده. طيب. اكيد. لكن المستثمر المصري هصونه واحميه واقدم له حوافز استحاله، واطلب منه حاجتين: بعتذر، يفتح مشروعات جديده كل يوم وبيوت، ويلتزم بمسؤوليته الاجتماعيه، ضريبه تصاعديه. وهناقش المستثمرين، لان ما افرض عليه الضريبه التصاعديه هعفيه
من إتاوات الفساد اللي بيدفعها طيب. تحت الترابيزة، أستاذ حمدين، ومن تعويق جهاز الإدارة المتخلف. يقال أو يتردد إنه المرشح المنافس طلب 100 مليار جنيه من رجال الأعمال في مصر، طلبت حاجة زي كده أو حاطط له حاجة زي كده؟ أنا طالب من رجال الأعمال يفتحوا مشاريع مش يدفع لي فلوس. طيب أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا مشاريع حمدين صباحي، المجموعة المؤيدة للسيد عبد الفتاح السيسي، بشكركم شكرا جزيلا، بشكر شكرا جزيلا المؤيدين والحائرين، كان الله في عونكم. حاولنا ان احنا نقدم لحضراتكم شكل مختلف من هذه الاشكال اللي موجوده في اعلامنا يوميا. الحاجه الوحيده اللي احنا مش هنقدر نضمنها هي نسبه المشاركه والاصوات، ولكن ما تستغنوش عن حقكم سواء بالمشاركه او تأييد هذا المرشح الف او المرشح ب. نشوف حضراتكم بكره ان شاء الله، تصبحوا على خير.